مسي عليكم بالخير أعزائي المشاهدين، حياكم الله، نلتقيكم اليوم في فقرة ديوانية من برنامج ديوان الشاهد. هذا البرنامج اللي عودناكم أنه يطرح شتى القضايا والمواضيع اللي تهمكم بإذن الله. طبيعة برنامجنا ما هي تقليدية، يعني ما هو سؤال وجواب، هي ديوانية نثير فيها المحاور العامة ويتم فيها نقاش حول هذا الموضوع، ولكن اليوم ضيفنا شوية مختلف وكل ضيوفنا مقدرين ومحترمين، ولكن القضية الأهم اليوم في الكويت هي قضية الحوار الوطني، وبالتالي هذه القضية يعني أصبحت حديث الشارع. لذلك ضيفنا اليوم هو أحد أفراد وأعضاء هذا، خلينا نقول الفريق الذي شارك في الحوار الوطني، وبالتالي راح نسمع منه العديد من الأمور الغامضة بين قوسين والتي تركت هذه الفرقات مجال للإشاعات أنها تظهر وتخرج والتساؤلات كثيرة في هذا الموضوع. ولكن بداية أبي قبل لا أدش في موضوع الحلقة أبي أنوه للمرة الثانية، حسابات الشاهد تم تهكيرها للأسف من 7 جهات، ما أدري شنو الموضوع. لذلك إحنا نبث حاليا من خلال حساب اليوتيوب، ما أدري إذا موجود المخرج طلع لنا على الشاشة، هذا حساب مؤقت راح نبث في خلال يعني على ما نرجع إن شاء الله حساباتنا اللي تم تهكيرها. كذلك في رقم واتساب تم تخصيصا للبرنامج عشان التساؤلات لا تصير مشتتة، لأن أحيانا توصلنا التساؤلات أحيانا عن طريق التويتر أحيانا الواتساب فمشتتة، لذلك خصصنا رقم تليفون أيضا هذا ظاهر أمامكم على الشاشة، يمكنكم إرسال استفساراتكم مشاركاتكم أسئلتكم على هذا الرقم أثناء الحلقة بالواتساب، طبعا مش مكالمات، رسائل نصية فقط. بداية خلوني أرحب بضيفنا الكريم الدكتور عبيد الوسمي، دكتور القانون، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، الله يسلمك. يا هلا دكتور، حياك الله. كذلك أرحب بزملائي طبعا وأعضاء فريق ديوان الشاهد، نصار الخالدي أبو سليمان، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير والعافية. قاعد على يميني ويم الدكتور اليوم. يا الحين محاوطين اليوم. كذلك خل ابدي من اليسار، عبد الله احمد العيسى، مساك الله بالخير. الله يسلمك. محللنا بلغة الارقام. مشكور. يا هلا. الله يسلمك. كذلك غازي الدوسري زميلنا، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير، امسي عليكم ومسي على المشاهدين وعلى الدكتور عبد الوسمي. مسي عليك بالخير. كذلك ابو محمد، مسي عليك بالخير. مساك الله بالخير. عندنا اليوم مواضيع ابو محمد اتوقع الشارع كله منتظرها. جدا مهمه اليوم طبعا، حلقاتنا مميزه جدا، واحنا يمكن الموسم الماضي كان يعني اكثر حلقاتنا تتعلق حول يعني التأزيم اللي حاصل في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويمكن شفنا الشارع الكويتي شلون كان يعني مستاء جدا من أداء مجلس الأمة، أداء الحكومة ما كان مقنع، وبالتالي وصلنا إلى مرحلة أن سمو الأمير يوم 29/9 يعني دعا إلى حوار وطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وطبعا وانبرى لهذا الحوار الوطني يمكن 3 نواب، عبيد الوسمي، حسن جوهر، مهلها المضف، وخرج هذا الحوار بنتائج احنا نبي نعرف تفاصيله. واعتقد حلقة اليوم مهمة جدا، نبي هذه التفاصيل، تساؤلات، تخوين، اتهامات متبادلة، اعتقد الشارع السياسي ابو حسين مليء جدا بهذه الأسئلة، واليوم يمكن الكل يتابعنا ويبي يسمع من ابو محمد اجابات شافية. واحنا والله نبي نسمع، احنا متعطشين ونبي نسمع. ابتسم انت في الكويت. مقولة ابو محمد. دعوة للتفاؤل. التفاؤل أيضا قيمة. نعم. يفترض أن زين. وآية كريمة تقول هي عصاية توكى عليها وأنشو بها قنمي ولي فيها مآرب أخرى. عندك حلول سحرية أبو محمد؟ لا مو حلول سحرية، هذه العصاية السحرية. إن شاء الله ما تكون شركتنا في إصلاح أي وضع خاطئ. إن شاء الله هي ارتبطت خلاص بالحوار الوطني. أي طبعا. أي طبعا يمكن المحور الاول ابو حسين راح يكون طبعا اكيد عن الحوار الوطني. الحوار الوطني اكيد، والناس تبي تفاصيل يعني اكثر. أنا أبو محمد اي اذا 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 يعني خلينا نحدد، احنا بنسولف بدايه عن الحوار الوطني وراح نطرح كل الاسئله والملفات ان شاء الله اللي تهم المشاهد، ولكن الحوار الوطني ابو محمد سمعناه كعنوان عام صحيح، ولكن هو يتضمن مجموعه من العناوين الفرعيه والملفات المهمه صحيح والمحدده بازمنه كذلك يفترض صحيح يعني صحيح. ولذلك نتمنى ان نسمع ما هو الحوار الوطني، ما هي ملفاته اللي الناس ما زالت تعتقد انه هو امر سر، هل هو سر فعلا؟ لا لا، اول شيء يعني مسائل الشؤون العامه ليست سرا على الناس، لكن الامور تقاس بنتائجها، يعني ما معقول انك يعني تعلن نتائج لم تبحث بعد، فشأنها شأن يعني
شأنها شأن حتى الأحكام القضاء يعني. نعم. يعني المداولات ليس من الضرورة أن تكون سرية، بل أنها ليست سرية، لكن الحكم يعلن للكافة ويمكن الأفراد من الدخول. الحوار ليس أمرا يعني مستجدا، سبق الحوار دعوات للحوار، أولها كانت وثيقة الكويت، يعني أعتقد أن عدد كبير من الأشخاص يعني إن لم يسمعوا بها، وإن كانت قد هوجمت دون أن تقرأ. يعني وثيقة الكويت عندما قدمت لسمو الأمير قبل سنة من الآن، قبل سنة من الآن، يعني تاريخها 13/9/2020. هجمت أنت وأطرافها؟ هجمنا دون أن يقرأ الناس مضامين هذه الوثيقة. تاريخ كم أبو محمد؟ 13/9 تقريباً. 20 تقريباً سنة يعني. أكثر من سنة. أكثر من سنة. نعم. بس وضح أبو محمد، إحنا للأمانة اليوم أنا أبو سليمان شفناها يعني. أنا أبو سليمان صديقي وأحد الأسباب اللي دعتني للحضور في الديوانية أبو سليمان، لأنه واحد من إخواني وأصدقائي. نعم. وحبيت أني أكون ديوانية. نعم. بس أنا صعب علي من ناحية الواقعية أن أكون في كل دواوين الكويت. نعم. فأردت أن أكون في هذه الديوانية اللي تعبر عن ديوانية الكويت كلها، إن شاء الله حتى أدخل لكل مكان في هذه الدولة. ممتاز. وأقول الرسالة التي يفترض أن أقولها في مثل هذه الظروف. نعم. نرجع للحوار. الحوار الفكرة كانت مطروحة من سنوات، والتوافقات الوطنية في كل مكان في العالم يعني. نعم. سواء الكويت ليست استثناء، عندما تكون هناك إشكاليات في العملية السياسية فإن الحلول متى ما كبرت أحد خيارين، إما حراك ثوري أو توافق وطني، ما في نموذج ثالث. الصورة الأولى لا تناسبنا ولا تقنعنا ولا تتوافق مع ثقافتنا وبيئتنا، فلا بد من التوافق الوطني أيا كان شكل هذا التوافق. أنا الكلام اللي قلته ليس مثلا أطرح للمرة الأولى، أنا أذكر في يوم الأيام قبل سنوات، يمكن قبل 9 سنوات، حتى كان سليمان أحد الموجودين، طرحت فكرة الحوار، طرحتها علنا أمام الناس وهوجمت في حينها دون أن يدركوا أبعاد هذا الحوار. أنا ما طرحت برنامج، أنا طرحت الفكرة، قلت أنه يجب أن يجلس الفرقاء المختلفين حول الفكرة حتى نعرف ما هي معطيات الآخر في 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 تشخيص الحالة السياسية. أنا يا أبو عيسى أشوف اللوحة اللي وراك واضحة بالنسبة لي، بس أنت ما تشوفها لأن زاوية جلوسك تختلف عن زاوية جلوسي، فأنا أردت أن أحقق هذا الأمر. ممتاز. بعد ذلك ترجم الأمر عمليا، مو مجرد خطاب. أنا أخذت هذه الوثيقة وقدمتها لسمو والدي الشيخ نواف الأحمد أمير دولة الكويت قبل سنة. قبل سنة. نعم. لم أكتفي في أني أقول. نعم. أنا رحت وسلمت بيد سمو الأمير، وعلم كل الكويت أنها قدمت، حتى أن يعني بعض الأشخاص، وهذا شيء مضحك يعني، أن تهاجم طلبا لم تقرأ تفاصيله. جراك يعني. أنا الآن إذا تكرمت يعني، إذا أمكن أبو سليمان أن تقرأ للشعب الكويتي هذه الوثيقة التي قدمت في يد سمو الأمير بتاريخ 13/9/2020. أبرز بنودها. لا لا، مش أبرز بنود يعني، حتى إحنا راح نقرأ حتى لا نطيل دكتور. لا 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 لا، نطيل هذه نطيل. ما نبي ناخذ الوقت، ما نبي ناخذ الوقت فيها دكتور. معلش معلش، ضروري جدا. كم ورقة بس أبو سليمان؟ هي تقريبا صفحة واحدة فيها خمس طلبات، خمس نقاط. صح. طيب اقراها على عجالة. أين. نعم. هي فيها مقدمة، لكن الخمس طلبات أبدأ من البداية أبو محمد. نعم. من أجل ذلك وانطلاقا مما نراه من مسؤولية تاريخية وواقع أخلاقي ووطني، وتكريسا لقواعد المسؤولية الذاتية للمواطن تجاه وطنه، ولنقل رسالتنا هذه إلى أجيالنا القادمة، فإننا نعلن عن موقف صريح وواضح بأن الإصلاح الحقيقي والمحتوم لا يمكن أن يكون واقعا منتجا ما لم يلتزم بأحكام الدستور نصا وروحا، وما لم يسبق بمحاسبة قانونية فعلية وواضحة لمظاهر الخلل والقائمين عليها، وتفادي حدوثها مجددا. الأمر الذي نعتقد أنه يوجب
من بين قضايا مستحقة كثيرة أخرى تحقق المتطلبات الفورية التالية: 1. تشكيل حكومة إنقاذ وطني من شخصيات ذات سجل وطني محترم شعبيا تمارس صلاحياتها الدستورية الواسعة في ذلك، في اقتراح المعالجات التشريعية العاجلة التي يجب أن يكون في مقدمتها وأولى أولوياتها قانون للدوائر الانتخابية وقانون انتخابات عضوية مجلس الأمة، حتى يتاح للمجلس مباشرة سلطاته الدستورية بما يعكس التمثيل الشعبي الفعلي المعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب، تراعي فيه سلامة التمثيل. تراعى فيه سلامة التمثيل. باقي وايد؟ معلش ما ابي، احنا نبي ناخذ، ايش رايك ناخذها بين نبيها شفوي منك، لكن اقراها كرؤوس اقلام. رؤوس اقلام يعني اخوي ابو حسين، عشان بس ما اطيل عليكم، احنا مستعدين ان نطلع في حلقه اخرى ونستكمل، لان هذه مساله مهمه لكل مواطن كويتي. لماذا؟ لان هذه الوثيقه هي وثيقه تاريخيه من وثائق الدوله. طيب، هذه الوثيقه وان كانت تصورا لكنه قدم للشخصيه الاولى في الدوله، وتضمنت مجموعه من المطالب وفقا لتقديري وتقدير الكثيرين الذين ساهموا معي في كتابة هذه المسألة وهم أكبر السياسيين في الدولة، أنها ربما تكون المخرج للإصلاح السياسي. طيب، لكن أنا ما أعلم إذا الناس ممكن تتقبلها كما هي أو لا، ولذلك أنا تمنيت ولا زلت أتمنى أن تقرأ كاملة حتى يسمع الشعب الكويتي كله. طيب، شنو سبب معارضة من عارضها من غير حتى أن يقرأها؟ أنا ما أعلم، أنا ما دخلت في نوايا الناس، لكن هذا مش قضية بالنسبة لي الآن. القضية المباشرة بالنسبة لي أن يستمع الشعب الكويتي لما قدم لسمو والدي الشيخ نواف الأحمد. نعم. طيب بس أبغى أختصرها أبو سليمان. نعم. كمل اختصار. بسم الله. 2. قيام حكومة الإنقاذ الوطني بالاستعانة بالجهات والمؤسسات والمكاتب العالمية المستقلة لبحث مظاهر وأسباب ونتائج الخلل والقصور والشبهات في أعمال مرافق الدولة المعنية تفادياً لمظنة الاشتراك أو إهمال بأنشطة الفساد محل البحث، وتتبع خطواتها وتحديد المتورطين فيها تمهيداً لتطبيق إجراءات الملاحقة والمحاسبة عليها، ووضع النظم وأصول العمل المعيارية التي تكفل فعالية وسلامة عمل المؤسسات الوطنية الجديدة، وابعاد المتورطين تمهيدا لعزلهم ومحاسبتهم. طيب، واستعاده الامور العامه. 3. العمل على اصدار قانون العفو الشامل وفقا للماده 75 من الدستور بانجاز اجراءات فوريه وعاجله لتسويه ملفات الاحكام والملاحقات والسجناء السياسيين، محافظه على استقرار الدوله وتماسك بنائها الاجتماعي وجبهتها الداخليه. 4. آخر نقطة. ممتاز. إعادة تشكيل الخامسة ورائي. إعادة تشكيل السلطة القضائية بما يحقق ويضمن استقلاليتها ومؤسساتها العامة وإجهزتها ومحاكمها وإجراءات التقاضي فيها وفق المعايير النمطية العالمية للعمل القضائي، وتكريس المسؤولية عن المحاسبة للعاملين في هذه الأجهزة الحساسة، ضمانا للعدالة والحياد واقتصار العمل في الوظيفة القضائية على المؤهلين من المواطنين فقط. 5. إقرار استراتيجية وطنية لديمومة مختلف موارد ثروات الدولة الطبيعية والمالية والخدماتية عبر التقييم الفعلي لأصول الدولة ومدخراتها وحجم استثماراتها وأوجه إدارتها وسلامة طرق صرفها في ظل التحولات العالمية السياسية والاقتصادية. تمام، يعني يمكن في تكملة. طيب، من هنا بدأ الحوار، خلينا نقول انطلقت الحوار من هذه الوثيقة. نعم، هي بدأت كفكرة. طيب، وكيف ترجمت اليوم؟ هذه الفكرة عرضت على مجموعة من السياسيين، رجعت من كل الجوانب، لم يستثنى أحدا بالكويت من الشخصيات الفاعلة والبارزة بمن فيهم الشخصيات التي ساهمت في وضع دستور الكويت الحالي. وأنا أذكر أن التقيت الدكتور أحمد الخطيب أكثر من مرة في هذا الشأن. صحيح. والتقيت في السيد أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة لعدة دورات، وبحثنا جوانب مختلفة، وكنت في لقاءات مباشرة مع زميلي وأخي الأكبر الدكتور حسن جوهر، وكنا في بيته نعد كل هذه المسائل تفصيلا حتى نلخص إشكاليات الحالة السياسية وكيف يمكن لنا أن نتجاوز هذه العقبات. فلم نكتفي في مجرد النقد فقط، بل انتقدنا وكنا ولا زلنا ننتقد، وقدمنا هذا التصور. لكن هذا التصور
لن يأتي بنتيجة فعلية ما لم يقدم لأصحاب الشأن في اتخاذ القرار، وأول أصحاب الشأن هو سمو الأمير باعتباره رئيسا للدولة، فقدمت هذه الوثيقة له في ذلك الوقت وهوجمت في حينها حتى أنه لم يقرأ. ولذلك إحنا الآن لما قلنا حق أخوي أبو سلمان أبي يقرأ، أنا أبي الشعب الكويتي يشوف ويسمع هذه، هل هناك من يعترض على أي بند من هذه البنود؟ وإذا كان هناك من يعترض على أي بند من البنود يقدم التصور البديل، هل منع أحد من أن يقدم للديوان الأميري أو لسمو الأمير أو لأي جهة؟ الدستور يعطيك صلاحية مخاطبة السلطة باسمك وتوقيعك، اكتب اللي تبي وروح. طيب دكتور، أنت هذه الوثيقة قدمتها ما كنت نائب؟ لا. طيب أنت الحين صرت نائب وصفح عندك الأدوات وترجمتها إلى واقع نائبا، قل لنا الترجمة هذه إلى واقع شنو هي؟ شنو الحوار الوطني؟ للحين ما ندري شنو الحوار الوطني، شنو صار؟ معلش جزاك الله خير على سؤالك، لكن لما قدمنا هذه التصورات، أنا بس لما أقول لك إن في أشخاص هاجموا هذه المسألة وهم لم يطلعوا عليها، لأن هناك أشخاص لا تريد للتسوية أن تتم، هناك أشخاص طبعا لا تريد، هناك أشخاص وهناك كيانات سياسيين سياسيين وغير سياسيين، أما أسبابهم ودوافعهم فلا أعلمها، أنا مو مهم بالنسبة لي أني أعرف ليش، بس أنا مهم بالنسبة لي لما أنتقد عمل أن أقدم حلا لما أنتقد. إحنا قاعد يقول إن في خلل في الحالة السياسية، أحد يقول لا، أنا أعتقد إن جميعكم تقولون في خلل، زين أنا تصوري للحل هو هكذا، وأنا ما أقول تصوري قرآن، بس إذا عندك قدم، زين أنت لا مقدم ولا مخلي الناس يقدموا، زين شو تسوي يعني؟ بس دكتور عفوا، أنت الآن أنت تعتقد أن هذه الوثيقة كانت هي الأساس طبعاً للحوار الوطني طبعاً، لذلك طبعاً تم دعوتك سمو الأمير لتمثل أعضاء مجلس الأمة. كان في سؤال عفوا، في سؤال، إيش معنى عبيد الوسمي هو الممثل لمجلس الأمة؟ كيف ممثل مجلس الأمة؟ بالحوار الوطني، ليش كنائب عبيد الوسمي؟ أنا بروحي مجلس الأمة، زين والدكتور حسن جوهر مجلس الأمة، ومهلها المضاف مجلس الأمة، ونفس السؤال ممكن يطرح على حسن جوهر وممكن يطرح السؤال كذلك على المضاف. أما لا، هذا موضوع مختلف، أنا لما قدمتها لم أكن نائبا، فلما طلب مني من الديوان الأميري أن أفعل فكرة الحوار، قلت أن الحوار يجب أن يتم بين كل الكيانات المعنية في الوضع القائم. من هي الكيانات المعنية في الوضع القائم؟ السلطات الثلاث، أمر طبيعي وحتمي. ولذلك لما طلب مني أن أختار من يمثل رأي الناس، أمر طبيعي أني أختار نواب، لأن هؤلاء هم الترجمة على الأقل الدستورية، عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، فاخترت وفقا لتقديري. أنت من اخترت النواب؟ نعم، فاخترت وفقا لتقديري الشخصي، وأبلغت الأخ محمد العبد الله المبارك بأني أختار الدكتور حسن جوهر ومهلها المضف، اعتقادا يشاركون معك في الحوار، ان يشاركون معي يعبرون عن، ايضا يعني انا اكتفيت عند هذا الحد، انا لا استطيع ان احدد للديوان الاميري من يستعين به، سمو الامير اختار مستشارين وهذا حق مطلق لسمو الامير، واختاروا ايضا رئيس الوزراء وهو امر منطقي لانه هو جزء من الخلل في الحاله السياسيه، هو رئيس مجلس الوزراء، واختار رئيس البرلمان وهو امر منطقي لانه ليس منطقيا أن تناقش إصلاحات الحالة السياسية وأن تستبعد أشخاص، ولذلك كان بالنسبة لي أمر مفهوم. فالناس هاجمت في البداية، لماذا رئيس مجلس الوزراء موجود؟ لماذا رئيس مجلس الأمة موجود؟ طيب أنت مين تبي يكون موجود يعني؟ زين إحنا بنحل وضع، إحنا نقول بأنه خاطئ، يجب أن تأتي بالأشخاص الذين تعتقد أنهم مساهمين في خلق بس هذا. اسمح لي دكتور، ما يخالف اسمح لي. أنت من أكثر الناس يمكن يسارية وثورية في التعبير عن آرائهم، وكذلك ظهرت فيديوهات تتهمك بأنك متناقض، وكذلك عندك يعني أنت قلت من هم أسباب بالفساد، كيف لي أن أجلس أو أعالج قضايا هم سبب فساد فيها؟ لا، ما الذي تغير؟ لا معلش، أنا قلت من تسبب في فساد لا يكون جزءا من الحل. طيب ما هذا اللي حصل اليوم؟ صحيح. هو جزء من الحل؟ أنا هذا وجهة نظري أن هؤلاء، بس طيب الآن هل كل العناصر الفاعلة في واقع الكويت السياسي الآن المتسببين فيها من وجهة نظري جهات محددة وفقا لتصوري؟ نعم. أنا بأسمع تصورهم أيضا، يقولون لا إحنا مو جزء من الفساد، يقول أنا مو جزء من الفساد في نهاية المطاف التقييم للناس. نعم. ولذلك في أول اجتماع من اجتماعات الحوار أصريت أنا وزميلي مهلهل المضف اللي قاعد يسمعني الآن، أن تكون جلسات الحوار مسجلة ومصورة بصوت وصورة، سواء اليوم أو بعد 20 سنة، من حق الشعب الكويتي أنه يعرف منو قال وشنو قال. وهذا السؤال المطروح يا أبو حسين يمكن المهم جدا، الناس بتسمع شنو الحوار الوطني يعني أوكي. هل تفاصيل الدكتور أخي الكريم،
الكويت مرت بتجارب مماثلة لهذا الحوار، بدءا من دواوين الاثنين إلى مؤتمر جدة. وكلها نحن نعلم النتائج والبيانات الختامية، لكن هذه المناقشات إلى الآن لم تصلنا يعني، وليس من الضرورة أن تصل. مو معقولة بعد أنقل للناس وجهة نظر تمثلني قد لا تمثل الآخرين. إحنا لما قعدنا في الحوار الوطني كان لابد أن نتفق على الآلية والموضوعات. زين، هذه من وجهة نظري أنا، مو بالضرورة تكون وجهة نظر الشيخ صباح الخالد أو الأخ برزوق الغانم أو حتى الديوان الأميري. ولذلك أنا أستطيع أن أصرح بما أملك، لكن لا أستطيع أن أصرح ما يملك الآخرين. وإحنا نبيك اليوم تصرح بما تملك، شنو تملك تعطينا؟ أنا وما نعرف عن الحوار الوطني. أملك هذه الوثيقة التي أعلنت للناس وعرضت على حضراتكم في هذا البرنامج أمام الشعب الكويتي، فمن يختلف معي فيها هذا رأيي. هذه وثيقة المبادئ الأساسية في الحوار. نعم، هذه اللي قدمتها في الحوار الوطني يعني. لا مقدمتها، هذه تصوراتي، تصوراتي وتبنيتها في الحوار الوطني. أنا قدمتها لسمو الأمير اللي هو أعلى من لجنة الحوار. ولذلك أنا لم أخرج عما ذكرت. هذا تصوري. إذا كان هناك من يعتقد أن هناك خللا في الحالة السياسية، فالحل هو هذا الحل. هذا تصوري، يمكن تصوري مو صحيح، بس أنا بعد ما أفترض بعد أن الآخرين ما لديهم تصورات. أنا أسمع، أنا أقول وجهة نظري، وجهة نظري. عبيد محمد، كنت أستاذ قانون ثم ترشحت في انتخابات في ظروف معينة وأصبحت نائبا، هذا رأيي وهذا رأيي في الحالتين. عاد أنت تعتبرنا رأيي مو زين، هذا حقك يعني. طيب، اعرض وجهة نظرك. طيب طيب دكتور، خل أسمع بس. أنا ودي يعني ما يخالف عن الديوانية، ودي أنت وأبو فيصل تبدلون عشان الكادر ياخذك أنت يعني قصدك المكان. أنا بدل عادي عادي ماشي، ما أنا بربعي عن بعض عشان لا يضبطون. لا أنا لا، عشان الكادر أبو سليمان، عشان الكادر إذا في مجال إن شاء الله. إيه تبدلون أنت. تبي أبدل أنا؟ بس خل نعطي المجال لأبو عيسى. لا، السؤال عند أبو فيصل. عند أبو فيصل تبي يبدل أنت الحين؟ يلا أبو عيسى عندك على ما يبدلون الأخوان. دكتور تفضلت وقلت إن الحوار مبني على الوثيقة التي قدمت للسمو. من وجهة نظري التي قدمت لسمو الأمير حينما كان نائبا للأمير. نعم. قبل أن يتولى مسند الإمارة. نعم. وقبل أكون نائب في برلمان. نعم. السؤال، الحوار الوطني انتهى بالعفو، العفو هل هو نهاية الحوار الوطني ولا نهاية مرحلة من مراحل الحوار الوطني؟ لا لا لا، هو بداية المرحلة الأولى من مراحل الحوار. يعني العفو هو البداية الأساسية وفقا لتقديري اللي اتفق معاي فيه كل أعضاء لجنة الحوار اللي احنا مختلفين سياسيا. يعني احنا مو نقول ان مثلا عندنا خلاف مع، انا قلت هالكلامات، قلت عندي خلاف مع الشيخ صباح الخالد، لكن هو ليس خلافا شخصيا، يعني انا اختلف معه للنهج والتصور. نعم. ما اختلف معه للشخص، يعني ونعم فيه شخصيه مقدره. نفس الشيء بالنسبه لرئيس البرلمان. نعم. انا اختلف معه في النهج وقلت هالكلام هذا بالتلفزيون ومره ومرتين وثلاث، لكن هناك فرق بين أن أختلف معك شخصيا أو أن يكون خلافي معك سببه هو النهج. هذه وجهة نظري، أنا أبي أسمع وجهة نظرك. أنت قول لا، وجهة نظرك مو صحيح. ولذلك أنا أردت أن الكل يكون موجودين، الديوان الأميري ممثل، الحكومة ممثلة، المعارضة ممثلة، الجميع ممثل، وكل شيء مكتوب بالورقة والقلم ومصور بالصوت والصورة وراح يسمعون الناس. ولذلك اللي صار هو عمل تقدمي في العملية السياسية. الحين أنا بسألك أبو عيسى سؤال واحد، أيهما أفضل الكويت؟ إن نتناقش في هذه المسائل بشكل مغلق بين متخذي القرار، لأن اللي قاعدين مو أشخاص عاديين، رئيس الحكومة اللي وظيفته شنو؟ رسم السياسات العامة للدولة، رئيس البرلمان اللي يدير هذا المرفق، ثلاث نواب يمثلون المعارضة السياسية، الديوان الأميري ومثلا مستشارين حضرة صاحب السمو، منو بقى؟ منو بقى؟ زين، أليس هؤلاء هم المعنيين في اتخاذ القرار بالدولة؟ احنا قلناهم مع بعض، أنا أبي أسمع وجهة نظر الديوان الأميري، وأبي أسمع وجهة نظر رئيس الوزراء. أنا ليش أفترض أن وجهة نظري هي اللي صح؟ أنا عمري في حياتي ما قلت أن وجهة نظري صح. أنا وجهة نظري هذه، بس وجهة نظري أنا ما قلتها بمكان مغلق، أنا قلتها أمام الناس وكتبتها وعرضتها لمين؟ أنا ما عرضتها حق شخص عادي، أنا عرضتها للدولة ممثلة برئيس الدولة، وتقبلها سمو الأمير
ونوقشت ثم طلب إقامة هذا الحوار. زين هل كنت أملك أني أرفض الحوار؟ أنا أسألك أبو عيسى بالتقدير العادي للأشخاص، زين أنا أدعو الحوار وبعدين نرفض حوار؟ زين إحنا طلبنا الحوار، الديوان استجاب جزاه الله خير وقال يلا سوى حوار، إيش بنقول؟ في ناس قالوا لي أنتوا شلون تقبلون؟ ها زين إحنا إيش قلنا الحين؟ وقلنا حوار، والحوار تضمن عبارات محددة ذكرها أبو سليمان، المصالحة الوطنية. طيب إحنا لما نقول مصالحة وطنية هل يجوز لنا أن نستثني أحد من المصالحة وإحنا من هو؟ لا دكتور بس عفوا إذا تسمح لي، يمكن إذا تسمح لي بس إضافة وكمل، يعني هو على نفس المحور هذا الانتقاد الكثير اللي جاء عليك تفضل. لا والفيديوهات اللي طلعت كانت لك توجهات مثل ما ذكر يمكن أبو حسين وأبو عيسى، يعني توجهات سابقا ضد رئيس الحكومة، ضد رئيس البرلمان، ولك حتى يعني تغريدات قديمة كانت شوي فيها حدة. هني تسأل شو اللي قلب، شو اللي خلى عبيد يغير وجهة نظره؟ ما تغير هذا الآن المطروح بالساحة، لم تتغير وجهة نظري. أنا مسؤول عما أقول لكني لست مسؤولا عن فهم الآخرين. أنا وجهة نظري لم تتغير. طيب خلافي مع أي شخص يلي شأنا عاما هو خلاف في السلوك السياسي مو الشخص. يعني إحنا لما نقول مثلا رئيس الوزراء أخل بالتزاماته 1 2 3 مو لأنه صباح الخالد، لأنه رئيس الوزراء. طيب إذا هذا النهج تغير زي وين المشكلة؟ زين الآن أتى نفترض أن حقق لنا ما طالب البعض به، ما نبي سيم الأشخاص، وجاء صاد. زي تضمن لي صاد ما يكون عنده نفس السلوك السياسي؟ ما احنا لازم نضع القواعد، احنا عشان يكون تقييمنا مبني على قواعد موضوعية لازم نقول ما هو المطلوب منه. زي المطلوب منه واضح بالنسبة لي بس قد لا يكون واضح بالنسبة لك. أنا قلت أن الحكومة التي لا تحظى بغطاء برلماني هذه لا تعبر عن إرادة الأمة. أنا هذا تقديري، يمكن في ناس تقول لا. طيب الحكومة أنت لم تتراجع ولم تتغير مواقف. معلش أبو حسين الله يرضى عليك، أنا شوية يعني صحيا تعبان فبيكمل وجهة نظري. تفضل. احنا بداية البرنامج ما تحمدنا لك السلامة، معلش الله يجزاك خير، الله يجزاك خير بس تعطيني فرصة لما تكلم. تفضل. الحكومة التي لا تأتي ببرنامج كيف يمكن لي كنائب أن أتعامل معها؟ قول زين هذه المادة في الدستور لو في الدستور؟ المادة 98 دستور تقول تلتزم الحكومة بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها. ليش تلتزم الحكومة بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها حتى يصبح هناك ضابطا للعلاقة بين البرلمان وبين الحكومة؟ أنا أراقب شنو بالضبط؟ زين الحكومات تأتي بالبرامج شلون أتعامل معها؟ يعني زين أنا شلون أقيمك؟ تقييمي لك يجب أن يكون مبنياً على معيار موضوعي مو شخصي. في ظل غياب البرنامج يصبح التقييم إيش؟ شخصي. والله هذا الوزير طيب معاي، هذا الوزير من عائلتي من قبيلتي، فإحنا نبي نزيل هذه الإشكالية حتى نضع هذا المعيار ليس لي أنا كفرد، للشعب الكويتي كاملاً. الحكومة لما تطلع في برنامج تقول هذا ما سنقوم به خلال هذه المدة باعتمادات الصرف، إذا كانت المسألة مقنعة للناس مين اللي حيدافع على البرنامج؟ الناس حتدافع على البرنامج مو احنا كاشخاص ولا برلمانيين. زين الان اخوي ابو حسين انت مواطن كويتي ومشاهد الوضع السياسي، بالله ما تقول لي انت شلون تخيم الحكومه؟ انت كمواطن شلون تخيم الحكومه؟ عن طريق برنامج العمل طبعا. زين ما في برنامج عمل شلون تخيمها؟ قول لي شلون تخيمها الحين؟ اي حكومه ما يمكن من 62 لليوم شلون تخيمها؟ زين هذا كلامي على الانجازات على معلش يعني. شلون انجازات؟ إنجازات على أرض الواقع، يعني شنو حققت الحكومة من إنجازات؟ أوكي بنت بنت تطور 10 مستشفيات إنجازة. ليش مو 9؟ لا يعتبر تقدم بالجانب الصحي هذا. دكتور بالعكس. دكتور اسمح لي، ما يخالف اسمح لي أخي الكريم، المسألة مو معتمدة على الإمكانيات الشخصية للوزير أو رئيس الوزراء. في ضابط موضوعي يحكم العلاقة بين السلطة والحرية ممثلة بالشعب، هذا ليس امتيازا إلهيا لأي شخص. أنت رئيس وزراء لتقوم بهذه المهام. كلامي غلط يا أبو سليمان ولا؟ كلام صحيح. زين أوكي أنت كلفت رئيس الوزراء بتقول حق الشعب الكويتي يا شعب الكويت بنسوي هالأشياء خلال هالمدة بنصرف هالكثر، يصير أنا دوري كنائب شنو؟ أن أراقب التزام هذا البرنامج. إذا كان هذا البرنامج مقبول شعبيا الناس راح تدافع على البرنامج مو أنا اللي أدافع عنه. لكن الحين في ظل غياب البرنامج من اللي دافع عن رئيس الوزراء؟ المستفيدين من وجود رئيس الوزراء. زين اوكي اذا المساله بهالطريقه وانا رئيس، انت لو تحطني الحين رئيس وزراء تعالوا يا 10 نواب معاملاتكم ماشيه
كل شيء راح أسوي لكم. إيش بيسوون؟ بيدافعون عني، مو لأني أنا زين، لأنه هو سيكون نائبا بموجب ما قدمت له شخصيا. ولذلك الوضع سياسيا في خلل من 62 خلل. المسألة مو للشيخ صباح الخالد أو رئيس البرلمان أو أعضاء البرلمان. لا يمكن القبول بهذه المعادلة السورية بشكلها الحالي إلا إذا انضبطت العلاقات. قبل كان عندنا بيزات، دولة تبيع نفط، وكانت في نهضة، دولة كانت صحراء تحولت إلى مدينة صغيرة، ثم نهضة وفلوس والنفط بال73 كان ب37 دولار، وكانت نقلة نوعية. زين الحين في متغيرات في العالم يجب أن نراعيها، نحن كيان صغير. أخي الكريم، احنا على بعد كيلومترات من نظام عالمي جديد يتشكل. حلف الشرق الآن يتشكل وإحنا قاعدين في الاستديو. بالله ما تقولي شلون أنشغل في والله مغرد نتهاوش مع مغردة في ظل هذه المتغيرات العالمية. كلفة النقل والتأمين تضاعفت 5 أضعاف خلال سنة واحدة. والله بيدفعون لي أعضاء البرلمان حق ال احنا دولة نستورد كل شيء. طيب انا بجي دكتور، انا بجيك على تاثير الاقتصادي للحوار، بس خلينا نروح حق انا بنفس المحور، انا بنفس المحور. بدايه ابو محمد اسال الله انه يشافيك ويعافيك ان شاء الله، واحييك على حقيقه على روحك. يصير دخن زقايق دخن مخرجنا يصير دخن لا يصير مخرجنا لا شوف لنا انا قاعد اقول على صحتك الحين، ما فيك تاخذ على السؤال. تفضل تفضل يعني حقيقه ولو انت سيجارتك ما اسمها سيجاره ولو نختلف معاك في بعض الامور، ولكن الحقيقه نحييك على هذا الوطنيه وهذا الدور الوطني اللي قدته وانت في حاله مرضيه حرجه بكل امانه. لا ان شاء الله مو حرجه بس تعبان، نتمنى لك ان شاء الله الصحه والعافيه. الله يشافيك ويعافيك ان شاء الله. الله يسلمك دكتور. يعني هو موضوع الحوار الوطني بفكرته اكيد شيء متميز وشيء يمكن زي فترة طويلة ما صار. جزاك الله خير. تمام. هذا شيء يحسب. وإحنا كنا يمكن من خلال هالبرنامج كنا ندعي إلى الحوار، ندعي إلى التفاهم، ندعي إلى، ولكن كل واحد وتصوره مثل ما تفضلت. إحنا بنهاية الموضوع ناس نخطئ ونصيب. كل واحد واجتهاده. كلام سليم. الموضوع موضوع الشفافية. أوكي. كأن الناس شافوا إن الحوار عبارة عن عفو بكل أمانة. يعني انا قاعد انقل لك نبض الشارع النقاش اللي قاعد يصير صحيح. اليوم انت مثل ما تعرف دكتور ان الحال يعني اليوم عندنا المشكله رئيسيه، يعني عندنا مشكله اقتصاديه. يعني اليوم أوكي. الموضوع موضوع اقتصادي بامتياز. أوكي. عندنا مشكله الدين العام. أوكي. عندنا مشكله الضرائب. أوكي. وعندنا مشكله الرهن العقاري. أوكي. اسكان الناس يسكنون وكذا. هذا يمكن هاجس الناس اللي قاعد يتكلمون عنه. أوكي. اكيد موضوع العفو شيء رئيسي بالنسبه لهم. أوكي. ولكن هذه القضايا اللي هم الناس قاعد يطلعون عليها دائما قاعدين يتساءلون بينهم وبين نفس وبينهم بين. فانت اليوم قاعد تتكلم على اقتصاد. أنا فهمت. اقتصاد مشوه. طيب. فهمت وجهه نظرك طال عمرك، لكن انا ايضا لي تعليق. يعني اكيد اهتمامات الناس، كل واحد مهتم بما يعتقد انه مهم. في اشخاص مثلا تعتبر ان مساله التطعيم اولويه كبرى، في ناس تعتبر ان موضوع الاسكان اهميه كبرى، هذا حق الافراد اصلا يعني. لكن السؤال ترتيب الاولويات هذا عمل سياسي، انا مو اقتصادي. يعني حضرتك سالت من قلت مثلا ان في مسائل اقتصاديه، انا مو اقتصادي، انا سياسي مطلوب مني تشخيص حاله سياسيه وتقديم الحلول وفقا لتقديراتي انا. قد لا تكون هذه التقديرات صحيحه، فانا اعرض تقديراتي. في نهايه المطاف كيف تأتي النتيجة النهائية؟ ما هو هذا عمل في نهاية المطاف جزء من علم الاجتماع السياسة. ما هي فيزياء عشان تقول لك والله أرقام محددة. هذه مسألة تقديرية. كل الأشياء تخضع في إطار التقدير. أنا قدرت بوجهة نظري بأنه يجب أن يكون هناك حوارا. حضرتك قلت تفضلت الآن وقلت أن هذه فكرة تقدمية زينة. تمام. إذا وين الشيء في الموضوع؟ خلينا نشوفها في وضعنا الداخلي. قبل إعلان الحوار هل كان الوضع مريحا بالكويت؟ سؤال. ما كان مريح. هل كان هناك صدام بين البرلمان والحكومة؟ نعم. كان في صدام متعطل الأمور، وكنا ننطر صحيح يوم الصدام، صح ولا لا؟ صحيح. اللي هو الجلسة 26 وتعطلت القوانين، كل شيء تعطل. أنا ما أتكلم عن تعطيل، أنا أتكلم أن الكل مترقب إيش؟ صداما. زين هل هو شيء أمر جيد أن يحدث هذا الصدام؟ طبعا لا.
زين شنو الخيار؟ احنا لما نزلنا انتخابات لما نزلوا يعني زملاء اللي سبقوني في هذا البرلمان في 5/12 نزلوا ليش يعني؟ مو لاصلاح الاوضاع الخاطئه. زين شلون بتصلح الاوضاع الخاطئه؟ اقول ما انت لازم تقول حق الناس شلون تصلح الوضع الخاطئ. بتقول بشرع وراقب، زين ما عندك امكانيه لا للتشريع ولا للرقابه، جلسات ما تنعقد، اشكاليات بين البرلمان والحكومه، حكومه ما تقدم برنامج عمل، زين حتى نستمر في الدوامه لمتى يعني؟ ومن هو الذي يخسر الخساره الكبرى؟ الدوله رقم واحد والشعب رقم اثنين. طيب انا بس عندي انا ما كملت الفكره، انا اسف جدا بس انه يعني انا مضطر لأن محورنا وايد نبي يعني نتطرق لها كلها بس عشان اتفضل. بس 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 تعقيب على الموضوع انه دكتور موضوع انا ادري انك اقتصادي ويمكن بعيد عن الاقتصاد مثل متخصص في مجال معين، انا قاعد اتكلم اليوم على الاولويات في الحوار. اوكي انت ما حد يختلف اليوم ان اليوم الوضع اقتصادي يعني حرج جدا في الكويت، يعني نتكلم على دوله رعيه، اقتصاد مشوه، عندنا مشاكل بالمشاريع الصغيره والمتوسطه، عندنا 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 مورد واحد فقط. لذلك الموضوع الاقتصادي مهم جدا اليوم، فعشان كذي هل هو موجود على جدول الاعمال؟ الناس يهمهم هذا الموضوع، موضوع الضرائب. اخي الكريم قسم فكره الحوار في بدايته لما وجهت لنا الدعوه الكريمه لاقامه هذا الحوار، كانت المساله المنطقية جدا أن تطرح، وهذا بيان الديوان الأميري اللي نشر فيه وكالة الأنباء الكويتية، حل جميع المشاكل العالقة. قرأت أنا نفس الطريقة اللي قرأ سليمان، نفس الطريقة اللي قرأ عيسى، الشعب الكويتي كله قرأ خطاب الديوان الأميري، مو خطاب عبيد محمد ولا خطاب كنت. فالديوان الأميري يوجه لحل جميع المشاكل العالقة، لكن المشاكل العالقة من وجهة نظري مو بضرورة تكون هي وجهة نظر. أكيد إحنا الحين لو بنحط ووزع أوراق علينا ونقول ما هي المشاكل العالقة يا أبو عيسى، ممكن تقول مشكلة المرور، صح ولا لا؟ بحسب وجهة نظرك واهتمامك. الاقتصادية راح تصير عنده المشاكل العالقة هي المشاكل الاقتصادية، السياسية راح تكون المشاكل السياسية، الاجتماعية راح تكون مشاكل الأسرة. أنا أعبر عن وجهة نظري فيما أعتقد أنه مدخلا باعتباري سياسيا. سياسي شنو وظيفته؟ يقيم الوضع ويقدم حلولا، هذه الحلول مو قرآن بس هذا تقديري. بس الناس تسأل عن نتائج دكتور. طيب اوكي انت الان قدمت يعني مرئيات، ما انتم ما خليتوني اجاوب على اجابه واحده كامله لحد الان. نتائج دكتور عشان نختصر اوكي نجيب نتائج. انا الدوله كامله شلون نجيب نتائج؟ انا اقول لك وجهه نظري في الموضوع، عاد يؤخذ بها او ما يؤخذ بها هذا موضوع مختلف. واحنا قلنا ان المدخل للاصلاح السياسي هو موضوع بالنسبه لي صغير لكنه مؤثر اجتماعيا، هو موضوع العفو، وهذا اللي ذكرناه احنا بالوثيقه قبل سنه. فاحنا قلنا عشان نبحث كل المسائل التنمويه المهمه لكل الشعب الكويتي لازم اول شيء نزيل كل العوائق. انا تقديري في غيري يقول لي لا العفو مو مساله مهمه، بس انا اعتقد انني لا استطيع ان اقفز للاصلاح السياسي والنظام الانتخابي اذا كان عندي مشاكل من هذا النوع، ولذلك انا طرحتها. تم تقبلها من الجميع، يعني مو وجهة نظري، وجهة نظر العشرة احنا مو متفقين. رئيس البرلمان ورئيس الحكومة ومستشاري الديوان الأميري والأعضاء المشاركين فيه لم نختلف في فكرة واحدة. فكرة واحدة لم نختلف. أبي خالد هذا بوقف عليها إذا تسمح لي. معناته أن مشاكل الكويت مشاكل واحدة ننظر لها جميعا على أنها نفس المشاكل، الخلاف فقط حول الترتيب والأولويات. طيب أبي أوقف عليه إذا تسمح لي دكتور. تفضل. حوار وطني. أنت قلت إن ما قدمت تنازلات. أوكي. طيب ولا زلت أقول. طيب الحكومة قدمت تنازلات؟ إذا ما فائدة الحوار؟ إذا أنتم متفقين ما فائدة الحوار؟ لازم في شخص قدم تنازلات. من يقول الناس لك تسأل. أنت قد يكون لديك رسائل تبي توصلها، ولكن أنا يهمني كذلك أوصل الإجابات اللي الناس تنتظرها. أوكي أنا ما أعتقد أن السؤال هذا سؤال موضوعي، معلش ما يخالف كمل كلامي الأرض عليك، لأن بدي أعرف شنو صار بالحوار. يا أخي الكريم لو سمحت تعطيني فرصة أني أجاوب للناس. أتفضل. حضرتك سألت السؤال، أعطني فرصة أني أجاوب. إحنا قلنا لا تنازلات بمعنى أنه لا يمكن أن نتنازل عن حق من حقوق الأمة في الرقابة والتشريع لأننا برلمانيين. هذا اللي عندي. الناس تكلمت والله قالوا هذول فرضوا يعني حتى الضرائب والدين العام. زين الضرائب كيف تصدر؟ مش بقانون؟ صحيح. زين احنا الثلاثة تنازلنا وقلنا في ضرائب، زين 47 نائب الآخرين ليش يقبلون وجهة نظري؟ ما هي كيف حتتم يعني؟ مش بقانون؟ والتصويت داخل البرلمان؟ زين احنا موجودين بالحوار، 47 مو موجودين بالحوار،
زين هم ملزومين ياخذون وجهة نظري. زين انتم موجودين معانا عشان تعرفون شو اللي طرح. انا بقول شيء يسمعني فيه الشعب الكويتي بمن فيهم مستشاري الديوان الاميري المقدرين اللي كانوا يديرون الحوار، من بينهم العم محمود العتيبي. اقسم بالله لم يقدم لنا طلبا واحدا ولم يعرض منا تنازلا واحدا. يعني مطلوب مني اروح افتر على الناس واقول لهم والله ترى لم يطلب؟ اذا كانت الحكومه لديها مرئيات في الاصلاح السياسي ايش بتسوي؟ راح تقدم مشروع قانون تعرضه على البرلمان، التصويت داخل قبه عبد الله السالم يقيم الشعب الكويتي كاملا. زين شو اللي مزعل الاخرين؟ فاحنا لذلك انا الصوره اللي ذكرت للناس بالبدايه شيء غير منطقي. اي ان امر غير منطقي ان تهاجم فكره ايجابيه وانت لا تملك فكره لاصلاح الوضع القائم. احنا قاعد نقول في خلل. ابو حسين انت تعتقد انه في خلل بالحاله السياسيه بالكويت؟ 100% 100% ما حد يختلف. زين انا وجهه نظري انه اول خطوات اصلاح الخلل ان ناتي بالاشخاص اطراف هذه العلاقه المسؤولين عنها، لان برنامج عمل حكومه مسؤوليه رئيس الوزراء، اداره المؤسسه التشريعيه في الرقابه والتشريع مسؤوليه البرلمان ورئيس البرلمان، التوجيهات السياسيه هي مسؤوليه الديوان الاميري لان سمو الامير يمارس صلاحياته عن طريق وزرائه. زين هذول كلهم موجودين. احنا بنقول هذه وجهه نظر. الان في البدايه لما قلنا الحوار وقلنا ان العفو هو الموضوع الصغير في الحوار، يعني هذه اجابه العسال ابو عيسى، هو الموضوع الصغير في مقدمه الحوار. يعني حتى الجزء الاول في الحوار اول موضوع الناس قاعد تشوف المراسيم مرسوم والصادر بالعفو عن فلان وفلان، في مجموعه مراسيم بتصدر. شنو الموضوع المواضيع الكبيره؟ معلش اكمل انتم اليوم يعني خمسه وانا بروحي قاعدين لك. انا ما عندي مشكله، انا معك ما انا ضدك. اي حسين نرجو توزيع الاسئله يعني. نعم صحيح ابو سليمان لابد سؤال جميل. لا ابو سليمان بس انا بس عشان استسهل انا اسف جدا، انا عارف انه شويه مختلفه عن نمط الديوانيه التقليديه بس لان الموضوع مهم جدا ويعني الناس، وانا متاكد الناس اللي قاعد يسمعونا الحين يبي يعرفون تفاصيل التفاصيل وهذا حقهم. لكن يعني احنا في البدايه لما هوجم من البدايه لماذا يهاجم؟ سؤال. سمو الامير اعلن ببيان رسمي عن طريق الديوان الاميري بحل جميع مشاكل العالقه. حل جميع المشاكل العالقه تحقق طموحات الافراد ولا لا؟ بس المشاكل العالقه ما هي؟ هذه اللي تختلف. الحكومه يمكن المشاكل العالقه عندها غير المشاكل العالقه عند البرلمان. صحيح. يمكن الديوان الامير المشاكل العالقه عنده غير اللي عندي عند الدكتور حسن جوهر. فاحنا قعدنا عشان نشوف ما هي المشاكل العالقه، حددناها الى ثلاثه اقسام. تمام، ثلاثه اقسام. قلنا في مشاكل عالقه يجب ان يتم التعامل معها بشكل فوري، اللي هي مشكله العفو والتسويات السياسيه الخاصه بالملاحقات السياسيه في قضايا الراي والتعبير والموقف السياسي. ليش؟ لانها تشغل الحيز الاكبر في الجدل العام. هي في سلم الأهمية مو أهم شيء، لكن في سلم الجدل هي رقم واحد. فإحنا لما نشيل هذا الموضوع نتفرغ لما هو أهم. فقلنا هذا الموضوع حال يجب أن يحسم فورا. هذا كلامي اللي قلته في جلسات الحوار واللي كل الشعب الكويتي في يوم من الأيام راح يسمع. هذا واحد. فتمت الموافقة عليه. ممتاز. قلنا في مواضيع بعد المصالحة الوطنية اللي من بينها العفو. نعم. مصالحة وطنية مو بس عفو، ترى في مسائل كثر. صح. قضايا الجنسية والبدون هذه كلها جزء من المصالحة الوطنية، شلون تصير مصالحة وطنية؟ بس هذه الموضوعات يجب أن تبحث بحثا يتناسب مع خطورتها وطبيعتها، هي مو واحد يقول له كلمتين ويمشي. الجزء الثاني أو الموضوعات الأخرى هي الموضوعات القابلة للبحث خلال مدة زمنية بس مو طويلة بسبب طبيعتها. احنا الان عندنا خلل في عمليات الرقابه الماليه في الدوله، واضح بدليلنا في قضايا فساد قاعد نشوفها بالمجتمع الدولي وبالكويت واحكام ومحاكم وغسيل اموال زين هذه شو نسويها؟ نجلها كم سنه يعني؟ انت عارف مثلا بس قضايا غسيل الاموال شنو حجم تاثيرها مو على القضايا، على تقييم الكويت الائتماني. صحيح. كل قضيه تصير قاعد المؤشرات قاعد تنزل. زين احنا الى متى نستمر في استنزاف هذا الامر؟ ولذلك لابد له من معالجة تتناسب مع أهميته، لأن هذا الموضوع يشكل خطرا على كل مواطن بس مو كل مواطن يعرف. يعني باكر لما
تخفض تقييمات طبعا من حسن الحظ بمجرد الإعلان على الحوار شو اللي صار؟ البورصة ارتفعت، تقييم الكويت واحنا لسه ما يعني لم نعلن أي توصية، وهذا شيء جيد معناته ان احنا في الطريق الصحيح بدليل التقارير الدولية اللي صدرت يعني هم قاعد يقول نقلة نوعية في العمل السياسي بالكويت. ابو سليمان اذا عندك مداخلة هذا الجزء الثاني. نعم الجزء الثالث موضوعات ممتدة لانها متعلقة بالاصلاح الهيكلي لمؤسسات الدولة. زين احنا الان اذا بنعيد هيكلة مؤسسات الدولة هل تعتقد ان هذا الامر يوم ويومين؟ نعم يحتاج مختصين، هذا لازم مدة طويلة قد تستغرق مددا كما انها ليست قاصرة علينا. طبعا فقط قانون واحد، قانون تنظيم القضاء. اذا احنا مثلا بنضع تصورا لاصلاح عمل السلطة القضائية وهو احد المحاور الاساسية في هذا الطلب المقدم لسمو الوالد الامير الشيخ نواف الاحمد، من الجهات المفروض انها تبدي رأيها فيها؟ مجلس القضاء، جمعية المحامين، كلية الحقوق، القانونيين، مكاتب تقييم دولي. زين هذه كم يبيلها فترة؟ هذه يبيلها مدة يعني. فاحنا اذا بتعيد هيكلة مؤسسة كاملة هي مو قادر يقدمها واحد ويقعد في ديوانية ويسولف، هذه دراسة يجب أن يشترك فيها الجميع بحيث عندما تصدر هذه المسألة بشكل نهائي أن تكون محققة للمصلحة العامة. ولذلك الحوار مجموعة أقسام. ممتاز. الجزء التمهيدي في الجزء الأول العفو مو هو اللي صار. ممتاز دكتور، نعطي مجال أبو سليمان عنده مداخلة. أنا آسف أبو سليمان وبعد أبو عيسى أساس بس أبو سليمان كل يوم أسولف معه ما هو يسأل هو عنده بس هو ضار تبادل بينك وبينه يعني لا أبدا والله للأمانة أنا استمتع بالحوار اللي كل الكويت استمتع ونشكرك يا أبو محمد على هذه المناسبة يعني معنا. الله يسلمك أبو محمد. أنا منتبه إلى أن خلصنا ملف من الملفات مهم ومن أهم الملفات وأبدأ في حسن النية في التعاون ها صحيح. لدخول إلى مراحل أكثر تقدما صحيح. في الحوار صحيح. ملف العفو لسه ما انتهى حتى في خطوات وفي إجراءات كثيرة في براسيم عفو صادق والفرحة لما تطلع في بعد طبعا ايه. طبعا هذا بس أول نبيك تبشر الشعب الكويتي أنا أقول لك هذا أول تسمح لي أبو محمد ايه. لو تكرم ايه في مراسيم لسه فالخطوة الثانية في هذا الموضوع هو أن تدخل العفو على المغردين وعلى أصحاب الرأي في الكتابات وغيرها. الزاوية المهمة أبو محمد إيش الملفات الشائكة أمامكم للتفاهم داخل مجلس الأمة؟ أنا أعتقد عندكم ملف المزمع من الملفات اللي تحتاج إلى تفاهم. انتهى ودي تشرح أنا أدري سامعك بس ودي تشرح. استقالت الحكومة فسقطت الطلبات المقدمة من رئيس الحكومة لأنه وإن كلف ما نعلم الآن منسوا كلفه وإن كلف فإنه تكليف مستقل عن التكليف الأول فيسقط بهذا الطلب. ولذلك إحنا لم نطلب يعني لم نطلب أن معنا الحكومة كان عندها توجه لتقديم طلب لرئيس مجلس الأمة بس هذا إقرار بشرعية وجود الطلب إحنا لا نقر بشرعيته. هذا الطلب يعتبر من وجهة نظرنا غير قائم وما تعتبر سابقة دكتور يستندون عليه لا 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 لا, لا ابدا لا لا هذا التخوف نعم نكون سابقة هذا القصد لازم ان الحكومة تطلع وتسحب الطلب يعني معلش ما هو سحب الطلب هو اقرار بشرعية تقديمه ونحن لا نقر اصلا بانه مشروع ولا ان يقدم بهذا الشكل كما انه يتعارض مع القواعد الدستورية كما اننا صرحنا كموقف جماعي بانه طلب منعدم. طيب طلب منعدم معناته غير موجود. الان الطريق سالك لأي رئيس وزراء قادم إذا كان هناك مبرر لمساءلته أن يسأل. أنا أقول الآن طيب السؤال أي رئيس وزراء يكلف حياك الله استجوبه إذا كان في مبرر للسجوان. تمام دكتور عبيد ما يخالف. هل المحاور اللي قدمت لرئيس مجلس الوزراء في الاستجواب السابق اللي تم تأجيله والمزمع تقديمها أيضا أوكي. هل تم علاج هذه المحاور؟ ما خلصت أي والله أنا آسف ما يخالف بس أنا اليوم بعد أبو عيسى أساس أبو عيسى ترى ناطر بعد هذه المحاور هل تم علاجها حلها وبالتالي لو عاد رئيس مجلس الوزراء سيبدأ صفحة جديدة تبدأون صفحة جديدة معه؟ لا هي المسألة مو صفحة جديدة هو نظام أو قواعد جديدة يجب أن يتم العمل من خلالها. ما هي سبب الإشكاليات في العلاقة بين الحكومة والبرلمان؟ سببها أمرين خطة عمل أن الحكومة لا تعكس التوجهات العامة للشارع تمام فإحنا قلنا يجب على الحكومة إيش؟ أن تحظى بقبول الشارع نتيجة مشاركة نيابية داخل الحكومة بحيث تكون الحكومة
شبه برلمانية، مش حكومة برلمانية، هذا نموذج في العالم، نموذج في العلوم السياسية. الأمر الآخر، الحكومة يجب أن تأتي برنامج، برنامج ما تقوله حق البرلمان، ما تقوله حق عبيد وفلان وفلان، تقوله حق الشعب الكويتي. هذه هي الأشياء التي ستقدم خلال هذه المدة الزمنية، وهالكثر راح نصرف. إذا هذه البرامج مقنعة للشعب، الشعب سيدافع على الحكومة، مو إحنا اللي ندافع على الحكومة. أبو سليمان، ولذلك إحنا قلنا أن أنا آسف أبو سليمان. إيه لا الله يسلمك. قلنا أن هذا هو الوضع الجديد الذي يحقق الاستقرار، من غيره ما في استقرار. من غيره راح نرد. رؤية مميزة. لا ما دكتور سليمان، أنت لأنك ما شاء الله هدوءك، أنا حسبتك خلصت. أعتذر، كمل. لا كل واحد. أبو محمد، كم شنو تتوقع التمثيل النيابي داخل الحكومة، خصوصا احنا عندنا تشكيل حاليا؟ شوف، هل هم راح يبدون في، شوف انا ما اعلم طبعا، لا انا ما اعرف طبعا، هي هذه من الاجراءات المتوقعة. رئيس الحكومة، رئيس الحكومة هو المسؤول امامي عن برنامج عمل الحكومة القادم، ان كان هناك برنامج، كما انه المسؤول امامي وامام غيري ان غاب هذا البرنامج، لان هذا اخلال بقاعدة دستورية. الحكومه تلتزم بتقديم برنامج عملها فور تشكيله. ياتي رئيس حكومه ما عنده برنامج، راح تحاسبونه، امر طبيعي ان يحاسب بالجلسه الاولى. لا، امر طبيعي. زين شنو اراقبك عليه؟ ما انت لازم يكون عندك برنامج، وهذا الكلام اللي كنت اقوله من سنوات. ارجع للكلام كل اللي قلته الحين. والله انت قلت عن ان الشيخ صباح الخالد ما يصلح. وليش ما يصلح؟ مو لانه شخص فلان الفلاني، هو لانه ما عنده برنامج. فاذا اتى ببرنامج، زال السبب الذي نقرر نحن بأنه غير قادر على إدارة المؤسسات. ولذلك احنا وضعنا على الطاولة كل المسائل الخلافية أمام الجميع، تحت نظر سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد ممثلا بمستشاري، تحت نظر رئيس الوزراء، تحت نظر أعضاء البرلمان الذين يمثلون التوجه المعارض على أقل تقدير. لا يوجد شيء مخفي، كل ما هنالك أنا لا أستطيع مناقشة كل شيء أمام الله، لأن في مواضيع جدلية لو طرحت أصلا في يعني قد تشكل قلقا يعني لتقديم مثل هذه التسوية خلال مدة زمنية، خصوصا أن احنا مقيدين بمدة زمنية. أنا أتيت من أمريكا رغم يعني أن كان المفروض أني أكون موجود هناك، لأني أعلم أنه إذا وصل يوم 26/10 ولم يكن هناك توافقا حول المسار الأساسية، فإن العملية السياسية لن تستمر. أبو عيسى نقل سليمان خلص. لا أبو سليمان ما خلص، ما لا خلص. لا أبو عيسى نعطي المجال لأبو عيسى عساس عنده مداخلة بريس. كذلك دكتور، أنا كنت بسألك على موضوع القواعد الجديدة، لأن ذكرت في البيان اللي وقعوا عليه 39 نعم. هل القواعد الجديدة اللي حضرتك تفضلت فيها تتمثل في برنامج عمل الحكومة الذي يجب أن تساءل عليه؟ نعم. واحد اثنين، يجب أن تكون الحكومة انعكاسا لتوجهات الشارع. الشارع مدش انتخابات وصوت بناء على مزاجها. ولذلك حتى في الدول الديمقراطية كيف تشكل حكومات؟ أليست من الأغلبية البرلمانية؟ احنا ما عندنا أحزاب، فتشكل وفقا للمزاج السياسي العام حتى يتحمل الناس تبعات خيارهم. انت اخترت هؤلاء الأشخاص، يجب عليك أن تتحمل تبعات اختيارك، فيشترك الناس في تحمل التبع. احنا الآن سهلة بالنسبة لنا عملية التقييم السياسي في ظل الوضع الحالي، عندنا شخص واحد مسؤول ما عنده برنامج ما يعكس رغبة الناس. لا، احنا بنزيل هذه المسألة بحيث تكون مؤسسات الدولة تشترك في هذا العمل. أخي الكريم، في هذه الجزئية فقط، حكومة أو الحكومة هي حكومة دولة الكويت، البرلمان هو برلمان دولة الكويت، القضاء هو قضاء دولة الكويت، هذه مؤسسات الدولة. مؤسسات الدولة ما في تنافس بينها، مؤسسات الدولة تكامل وتوزيع مهام. هذه وظيفة تشريعية، هذه وظيفة تنفيذية. اللي صاير عندنا كنا مباراة كرة قدم بين الحكومة والبرلمان، هذا وضع خاطئ. شلون الحكومة يعني تحقق نقاط على البرلمان والبرلمان يحقق نقاط على الحكومة؟ احنا عشان نزيل هذا الشكل قلنا ان هذا الوضع الدستوري غير سليم، غير منطقي، هذا لا يتوافق مع القاعدة الدستورية. رئيس الحكومة عليك ان تختار الوزراء من البرلمان أو من الكتل البرلمانية المؤثرة، ثم تأتي ببرنامج عمل مقبول للناس، يقدم للناس، بعد ذلك يمكن للمواطن العادي أن يقيم العلاقة بين الحكومة والبرلمان، يعرف منو اللي يسأل ويستجوب على أساس، أو اللي يسأل ويستجوب على
للابتزاز. أنا أقول لك أبو عيسى وأنت حضرتك مراقب للشأن السياسي في ظل الوضع الحالي، أنت شلون تعرف أن الاستجواب أو السؤال البرلماني الهدف منه الصالح العام ولا الابتزاز؟ شلون؟ سؤالك يسألك بناء على المعطيات اللي موجودة. أوكي. إذا كان مثلا يحتوي على مخالفات مالية، يحتوي على مخالفات إدارية مثبتة، تقرير ديوان المحاسبة، أحكام قضائية، أيا كان بناء عليه تعرف إذا هذا هل تستطيع أن تقطع لأن هذا الاستجواب لم يأتي نتيجة مثلا علاقة شخصية سلبية ورحت حق وزير قلت له والله بيك تعين فلان وكيل ولا مدير وقال لك لا، رحت ثاني يوم وجهت له أسئلة ولا كذا، ممكن ممكن وارد. احنا حنبي نزيل هالمسألة عشان أعطي مجالا للناس أن تقيم العلاقة بين البرلمان. العلاقة بين البرلمان والحكومة ليست امتياز للأشخاص، يعني ليست امتياز لي ولا رئيس الوزراء والوزير، كل ما هنالك أننا نحن مكلفين بتقديم خدمات عامة لها إطار دستوري، إن لم تلتزم بها فيجب أن تحاسب سواء كنت رئيس الحكومة أو حتى نائب في البرلمان. أيضا نائب البرلمان يحاسب زي الرقابة الشعبية، مو جزء من المحاسبة. فإحنا نبي نخلي هذه الإطارات واضحة للجميع، واضح لأنها نقلة نوعية في العمل السياسي، فأمر طبيعي في البداية أنها تكون مربكة لكن حتكون واضحة. طيب دكتور، طيب أنا دكتور. بس أبو عيسى لأن أنا بس إذا عفوا يعني أنا سألتك هذا السؤال لأنه كان مطروح ما هي القواعد الجديدة وحضرتك وضحتها. أوكي. الحين ودي أسألك أستاذ قانون. أو نعم. في موضوع مرسوم العفو. أي نعم. هناك لغط فيما يتعلق في موضوع المدة أنها شهر. وهناك كلام على أن جهات الاختصاص تحدد الآلية التي يتم بها تنفيذ هذا المرسوم. إذا ممكن تقرأ لي بس المادة الثالثة تقول أنه يخضع جميع المعفو عنهم بموجب أحكام هذا المرسوم لكافة الإجراءات الرسمية التي تتخذها جهات الاختصاص في تحديد نطاق سريانه وترتيب الآثار اللازمة لانقضاء العقوبات الصادر بشأنها العفو بشكل نهائي. هذه المادة الثالثة. واضح. خلنا فيها بس. زوال المشكلة فيها. لقط كثير صار عليها. زين أوكي. العفو. يقولك مبهمة. لا، العفو عن كل الأفعال ولا أفعال محددة؟ سؤال. هو المرسوم. أي. عن. أفعال محددة. أفعال محددة. زين إذا افترضنا أن واحد. قضية دخول المجلس. معلش أخذ عفو في قضية دخول المجلس بس عنده قضية سرقة شلون يعني؟ فنطاق سرقة أنا واضح، أنا أستاذ قانون ودرس الأشياء. طيب. واضح. يعني ما في ألغام. البعض قال هذه والله ألغام. يا صديقي العزيز أنا أقول. إحنا نقول رأي الآخر اللي قاعد يطرح. أدري. إحنا بنشرح للناس. مو عشان الموجودين، أنا قاعد أقول لك هذه أشرحها مو بصفتي نائب البرلمان، بصفتي أستاذ قانون وظيفتي. نعم. هذه المسألة واضحة، من يعني يثير مسألة هذا عنده مشكلة في فهم النص، لأن نطاق سريان هذا العفو خاص بأفعال محددة. الدولة أبو محمد تستطيع أن تتنازل عن حقوقها، لكن هل تستطيع أن تتنازل الدولة عن حقوق الأفراد؟ لا. لا طبعا. أوكي. زين إذا افترضنا أن واحد عليه مثلا حكم في قضية لشخص مثلا، أنا طبعا أقول لك إن هذا زين، هذا هو صدر العفو في قضية حق عام، لكن بالنسبة لحق الشخص من قال إن الدولة تملك التنازل عنه؟ تبي روح للشخص المعني. صحيح. وخذ منه تنازل. طيب. فهو واضحة، بس في ناس تحاول قدر المستطاع أن تلبس على طيب الشهر. طيب. معلش اللي هو مدة الشهر موضوع الشهر 30 يوم من تاريخ نشر المرسوم. هذا مهم طبعا، هذه كانت وجهة نظر الحكومة ومقدرة ومفهومة. في أشخاص تقدموا بطلبات لجوء سياسي وإنساني، أنا إذا بفتح المسألة معناته هذا ينتظر لحد ما يبت في هذه الطلبات، فيصير عنده امتيازين إنه يأخذ العفو أو يأخذ اللجوء، وهذه المسألة فيها إضرار بالدولة. هذه معلومات مؤكده يعني دكتور؟ لا طبعا طبعا طبعا، في السفارات الاجنبيه بالسفارات الكويت بال طيب قدمت. خلينا نشرح المساله لانها مساله مهمه. تفضل. على عجاله رحمه الله. معلش. لا حتى لو مو عجاله، لا مساله مهمه يعني. ما في مسائل مهمه كذلك نبي نجي لها دكتور. ادري بس زين، هذا من ضمن الاسئله المهمه. تفضل يا اخوي، انتم شلون فيكم علي عشان ما جبتونا يعني؟ ما في، احنا نعكس اسئله الشارع واللي هم. معلش. اسئله الشارع هذه من ضمن اسئله الشارع. تفضل. هذه من ضمن اسئله الشارع، لو ما قاطعتني كان الحين خلصت. يلا اذا ما قاطعك ما تخلص. معلش. فمسألة الشهر ضمانا للتوازن بين حق الدولة وحق المعفو عنه. زين انت الآن شو اللي يردك انك ما تجي خلال شهر؟ سؤال يعني، مو صار لك عفو بديش مطار الكويت بتنزل بتطلع تروح بيتكم، وين المشكلة يعني؟ زين احنا نقول لو ما حددنا المدة الزمنية ممكن يقعد كم سنة؟ كم؟ زين هل ممكن نرتكب أفعال أخرى؟
ممكن. هل ممكن تصدر عليه أحكام؟ ممكن. زين ليش نخلي المسألة أكثر تعقيدا؟ بسيطة، ارجع دش بيتكم بعدين نطلع روح سياحة. ما في شروط، يجي ينزل يروح بيتهم. أنا أقول لك من واقع ما أعلم بأن ينزل مطار الكويت يركب السيارة يروح بيته. هذا اللي أنا أفهم. إذا بتقولي هذا النص له مسألة مختلفة، نطاق سريانة من حيث الأفعال. نعم. الأفعال هذه تختلف. سنة عن شدراني أنا تبي الصج؟ أنا ما أعرف الأشخاص المعفو عنهم إذا كان عندهم. طبعا المسألة ما تتكلم عن قضية دخول مجلس أو قضية ثانية، لا، ده نتكلم عن مراسيم لسه صادرة، صدر عليك عفو في قضية محددة نصا. زين يمكن عندك قضايا أخرى متعلقة بأفراد. أبو سليمان سأل عن قضايا المغردين والرأي السياسي، هل هؤلاء إن شاء الله راح يشملهم؟ نعم. نعم. ما نتكلم بس على اقتحام المجلس. نعم، إحنا الله يسلمك في الاجتماع الأول اللي ذكرنا فيه أنه يجب أن تكون هناك تسوية تتناسب مع طبيعة الحالة السياسية، وهذه تحدث في كل دول العالم، يعني الكويت ليست استثناء، كما أن الكويت قد قامت بهذا الأمر عدة مرات، بس أن الناس ما تستحضر كل اللحظات التاريخية. هذا الأمر سبق أن تكرر في الكويت عدة مرات، فإحنا حتى نغلق هذه الملفات ونعطي للناس فرصة جديدة، ونعطي أيضا للمجتمع فرصة الهدوء في التركيز نحو القضايا المهمة التي تعني الدولة وتعني الناس. نعم. في ظل المتغيرات العالمية الحالية، وفي ظل التحول في تشكيل نظام عالمي جديد، وتغير في البناء الاقتصادي، وتغير حتى في الظروف الدولية. ليش تركيزك دكتور على القضايا الدولية واضح؟ حتى لأن الكويت دولة صغيرة تتأثر بأي عليها. يا أخي إحنا تأثرنا بالكورونا ولا لا؟ اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. بس يخوف كلامك هذا، القضايا الدوليه والاقليم. انت قاعد تركز على الجوانب، كان الاوضاع الدوليه شوي مبهمه. ما ادري، انا اذا اي شخص يتابع مو بالضروره يكون سياسيا، هو يدرك انه عندما ترتفع كلفه التامين اضعاف خلال سنه واحده، فعلى الدوله التي تستورد كل شيء من الشبريت للطياره انها تعرف ان هذه المساله مهمه، لان هذه الكلفه على المال العام، والكلفة المال العام لميزانية الدولة، وهذه راح تأثر في البناء المالي للدولة. أمر طبيعي أن يكون. فأنا يعنيني أن نهتم لهذه المسائل، كيف يمكن للدولة أن تتعامل مع هذه الحالة. أولى عندي من أن أقول والله أن في مغرد ومغردة ومشاكل، هذه ممكن نحلها على نطاق الإدارة البسيطة، لكن القضايا الأخرى الكبيرة مثل التوازنات الإقليمية والدولية، هذه قضايا ما تملكها الكويت. يعني قضايا مثلاً الاقتصاد الدولي، هذه الولايات المتحدة والصين بينهم حرب اقتصادية كبرى، تأثر فينا ولا ما تأثر فينا؟ حسين احنا ما نقدر أصلا نتحكم فيها، فاحنا لازم نكون منتبهين لهذه المسألة، مقدار تأثيرها علينا. لو يكتشف يا أبو محمد، لو افترضنا طبعا هو ما راح يكتشف قريبا، بديل للطاقة للنفط، شو يصير فينا؟ يصير بداخلنا صفر. صفر. نعم صحيح. زين شو يصير في الدولة؟ شو يصير في عملتها الوطنية؟ زين أيهما أولى بالنسبة لنا؟ ان نفكر في هالمسائل ولا نقول والله فلان متهاوش مع فلان؟ انا وجهه نظري لا. طيب دكتور، الكلام اللي قاعد تقوله كلام جيد وجميل، ليش في ناس معترضه عليه؟ اذا الكلام اللي قلته نسال. طيب البعض يفسر ما يخالف، يعني انا الكلام اللي قلته كلام جميل، ولكن البعض يتساءل ما هو تفسير بعض ممارساتك وتصرفاتك من تصفيق في المجلس. البعض يعتبرها مبالغه، هل هي ردة فعل؟ يعني حتى الصور كثرت، الصور في حسابك كثرت. اوكي، شنو تفسير هذه الممارسة التصرفات؟ هل هو استياء مثلا؟ يعني أنت متضايق وقاعد تتعمد هذه التصرفات، ولا هو التحول من من شخصية لشخصية؟ لم يتغير في رأيي أو موقفي شيئا واحد، ولكن ممارساتك تغيرت. أما لا لا، ولا ممارسات. إذا صفقت أليس سلوكا شخصيا؟ زين بالله أنا لابس دجاجة صفرة وأنت معاجبتك، شلون يعني؟ لا، مو من حقك أن يتدخل في شخصي، أنت تحكم على تصرفي السياسي. أنا شنو آكل، شنو أشرب، هذه أمور خاصة فيه. وبعدين أنا وجهت لي عبارات أمام الشعب الكويتي، أنا اعتبرت أن المسألة هذه تفترض علي أن يكون لي موقف. إذن هي ردة فعل. طبعا ردة فعل على أي واحد بيقدم لك، لو الواحد الحين هذا الأخ اللي جابنا شاي المفروض نقول له شكرا. نعم زين يعني خلينا نشوف أبو فيصل. طيب أبو فيصل تفضل، إذا عنده مداخلة. يعني أنا ما نقدر نطلع فاصل ندخن سيجارة. دخني بلاك طفاية. لا ما نقدر أمام مشاهدين. صحيح. احتراما لل صحيح.
دكتور يعني خط بالشان بالشان الاقتصادي وهذا شيء زين. لا مو خط، لأن قلت إن في بعد اقتصادي يجب أن يبحث، بس مو أنا اللي أبحث، أنا مو اقتصادي، أنا ما أبحث. لا بس ذكرت أمور اقتصادية مهمة، مفروض مفروض إنها يتم الانتباه لها ويتم معالجتها. وهذا أتوقع هذا يعني الشارع الكويتي اليوم يبي يسمع هذا الكلام. هذا مو شرط إنك اليوم تتفسر وتقول الحلول عندي، لا لا أو العصا السحرية عندي، لا، ولكن إنك تذكر هذا العصا السحرية ولكن إنك تذكر الأمور، ولكن تذكر هذه القضايا الاقتصادية المهمة. هذا شيء جيد. برجع الدكتور حق موضوع الحكومة، تشكيل الحكومة. يعني يمكن من ضمن الوثيقة اللي موجودة تشكيل حكومة إنقاذ وطني من شخصيات ذات سجل وطني محترم شعبيا تمارس صلاحيتها الدستورية الواسعة. وطبعا من ضمنها أيضا خطة عمل حكومة. هل راح يتم إذا ما تم تشكيل وفقا لهذه المعطيات اللي تذاكرها في الوثيقة، هل راح يكون لك موقف من الحكومة؟ أمر طبيعي أقولها الحين على الهواء مباشرة. أنا قلت بأن العلاقة بين الحكومة والبرلمان يجب أن تكون محكومة، لا باعتبار شخصي بل باعتبار وضوعي، وهو التزام الحكومة بتقديم برنامج عمل وأن تكون انعكاس الإرادة الشعبية. فإن لم تكن انعكاس الإرادة الشعبية ولم تقدم برنامج عمل فهذه ليست من شأن نظري حكومة ولن نتعامل معها. يعني وين المشكلة في الموضوع؟ بس اللي ما يبي يفهم ما يبي يفهم، لو تقول له مهما كان زين. الحين الناس مو هاجموا الحوار، هاجموا قبل لا يعرفون شنو، وشنو قالوا بعدين؟ قالوا ما في عفو، زي صار العفو، قالوا في شروط، صار ما في شروط، قالوا والله مو مفهوم النص المادة الثالثة، باكر يعني ايش بتسوي؟ ايش بتسوي؟ اوكي كيفك؟ احنا ايش نسوي؟ انطر 4 أيام راح تشوف. خلاص ابو فيصل. في عفو ولا ما في؟ طيب انا عندي سؤال. تفضل تفضل محمد. في سؤال هم يعني احنا نطرح. الله يستر اسئلتك يا ابو لا صوت الشارع ابو محمد. حسن جوهر النائب الفاضل حسن جوهر وعلى المضف كانوا معاك في موضوع الحوار الوطني. بالنهايه شفنا يعني اختفوا. يعني كل يتساءل وين دور حسن جوهر مال المضف؟ ليش بس عبيد الوسمي هو المتصدر المشهد السياسي؟ أول شيء أنا لا متصدر لا موقف سياسي ولا اقتصادي. وبعدين ليش حسن جوهر ومهلهل؟ زين الشيخ صباح الخالد عضو في لجنة الحوار، مرزوق الغانم عضو في لجنة الحوار، الحريص عضو في لجنة الحوار، عبد الله طريجي عضو في لجنة الحوار. إيش معنى يعني هذول؟ يعني زين هذول وينهم؟ ما يصير نقول يمكن هذا لديه، يمكن عشان أنت اخترتهم فالناس يسألون عنهم أو نفس توجهات. صحيح، بس نفس توجهات. نحن ملزمين بناء على توجيهات ذكرها الأخ الفاضل مالها المضف بأن لا تكون مداولات الحوار متاحة للجدل العام لأسباب مفهومة بالنسبة لي. زين احنا التزمنا بهذا الشيء. زين احنا اليوم ما تكلمت إلا بس لأن بعد ما صدرت المراسيم في الجزء الأول في أجزاء أنا ما أقدر أتكلم فيها. في مراسيم بأسماء جديدة راح تصدر. طبعا اسماء جديده ولا ايش رايك؟ طيب طيب نصيب قضيه البدون وهي قضيه مهمه، شنو كان لها نصيب بالحوار الوطني؟ طبعا طبعا هذه من ضمن الحزمه الثانيه في المناقشات. طبعا قادمه يعني؟ طبعا ما نوقشت لحد الان. لا ما نوقشت لدى موضوعات يعني تحتاج حلول كثيرة. كثيرة بس مطروحه. طبعا موضوع الجنسيه، موضوع النظام الانتخابي، التشريعات. بس التشريعات قلنا انه في نهايه المطاف الحزم التشريعيه ايا كانت، إصلاح تشريعي انتخابي اقتصادي تقدم في البرلمان في قاعة عبد الله السالم تحت رقابة الناس. هل قضية البدون دكتور؟ هل قضية البدون هل كانت من ضمن المحاور؟ نعم أنا قاعد أقول إيه يعني في إن شاء الله نبشر. لا أنا لا أسئلة كثيرة جتنا على المحور هذا. أخي الكريم أنت سألتني سؤال أنا إجابتي كالتالي بشكل واضح. هل الموضوع مطروح؟ نعم مطروح. ممتاز. لكن الحل مو بيدك. طبعا مو بيدي أكيد. أنا واحد من ضمن الأشخاص. لا شك. ولا أستطيع أن أناقش موضوع لم يطرح بعد. صحيح. يعني لو صحيح. بتسألني عن رأيي أنا راح أجاوب أكيد. في موضوع البدو. نعم. بأن هذه التسوية يجب أن تتم لأنها من ضمن المسائل الأساسية للوضع الداخلي في الدولة اجتماعيا وسياسيا وأمنيا. ممتاز. بس أنا ما أدري وجهة نظر الحكومة شنو. ما أدري وجهة نظر. أبو سليمان تفضل. أبو محمد أنا راقبت أدائك البرلماني يعني خلنا من الحوار. أنت تراقب على راح صديق 30 سنة كيف أخلي راح؟ لا في مقترح قدمته. لا وسألته بعدين فيها شوي حنية نوعا ما أبو سليمان. ضريبة الصداقة وضيف ثاني ما تشوف تسوي فيني علشان نفك الغاز هو جاري يعني مو بعيد. أنا ما عندي مشكلة أبو سليمان أنك تسأل أي سؤال الله يسلمك. بس أنا حاب أنه وأنا أعتذر يعني يمكن من أبو حسين ومنك ومن أبو عيسى. أنا في اعتقاد يمكن اعتقادي خاطئ
بأن هذا اللقاء بهذا التوقيت بهذا البرنامج هو رسالة للشعب الكويت كامل. فلازم نوجه الرسالة للشعب. صحيح. مو حوار صحيح. عادي. صحيح. صحيح. ولا في يوم ثاني. صحيح. بكون عندكم ضيف، قولوا اللي تبون، واسألوا الأسئلة اللي تبون. الحين مو على كيفنا. صحيح صحيح. يعني لاحظت من المقترح مالك، وأنا سمعتك في مرة من المرات تحاورت وياك على موضوع الفساد، لأن الفساد إحدى أهم القضايا. نعم. اللي موجودة في هذا المجتمع. صحيح. في هذه الأيام. صحيح. صحيح. واللي أثرت على العمل السياسي وأثارت يعني كثير من المشاكل بلا شك. بداية أصلاً قضية دخول المجلس أصلاً كان موضوع فساد عند النواب. أوكي. أنت قدمت مقترح، وقدموا الأخوة التسعة محمد المطير والآخرين مقترح مقابل لك، لكن هذا المقترح جداً مهم في هذه الأيام. نعم. لتنقية العمل السياسي بشكل. نعم. العام من. صح. نواب وسياسيين ووزراء. بس أنا بسألك سؤال هو. نعم. هذا الحساس في الموضوع. والشركات. والشركات. نعم. شلون تبي تكشف أو قصدي كيف تؤدي دور البحث والتحري على عمل سياسي، يعني موظفين سياسيين أو قامات سياسية موجودة، وشنو الوسائل اللي تقدمها في هذا الموضوع؟ هل فيها نقوة معينة؟ هل فيها يعني محاذير معينة؟ أنا خايف إن يتم استبعاد فصيل سياسي عن الآخر في هذا الموضوع. أوكي. أبيك تطمني في هذا. أوكي. الموضوع. أول شيء، المسألة ستكون تحت رقابة الرأي العام، سيكون حكما على أعمالنا وأعمال الآخرين. الأمر الآخر إن المسألة ليست بالبساطة اللي يتصورها البعض. اليوم الساعة 12 الظهر كان في لقاء مع مستشارين في البنك الدولي في ذات الموضوع. بعد أيام، يعني إذا قدر الله أن ما أجريت العملية في فور وصولي، راح ألتقي بمستشارين في صندوق النقد الدولي. أيضا هناك مكاتب استشارية في الولايات المتحدة وأستراليا تقدم تصورات في اتفاقية دولية متعلقة بالأمر. المسألة ليست بسيطة، بس أنا عارف أن بعض قضايا الفساد السياسي، خليني أقول لك مثلا كم قضية فساد مرت علينا بالعشر سنوات الأخيرة اللي تعرفها أنت بالجرائد والتلفزيون، عشرات القضايا. أكيد. ضمت سياسيين ولا ما ضمت سياسيين؟ أكيد. ضمت سياسيين. ليش؟ لأنهم يتخذون قرار. هل هؤلاء السياسيين كان بمقدورهم باعتبارهم وزراء أو عاملين في الجهاز التنفيذي للدولة أن يمرر هذه المسائل دون تواطؤ من جهات أخرى، سواء في القطاع الخاص أو في البرلمان أو في غيره؟ زين، إحنا مو من حقنا أن نعرف من هؤلاء المتورطين الذين تسببوا في إحداث هذا الواقع. زين، شو اللي زعل الناس من عندكم؟ أنا قاعد أقول أمام الشعب الكويتي، أنا اسمي عبيد محمد عبد الله زيد المطير، إذا قدر لي أن أكون عضو في اللجنة فأنا أطلب أن أكون الاسم الأول، أنا وأمي وأبوي وإخواني وخواتهم وزوجاتهم وأزواجهم. تمام، وإحنا نقول لا تبوق لا تخاف. أوكي، يلا، وين المشكلة يعني؟ وإحنا مو بروحنا، البنك الدولي معانا، صندوق النقد الدولي معانا، هيئات دولية، جهات استشارية. لن تبدأ الرقابة على الأموال خارج الكويت طبعاً. طبعاً. حلو. 33 جهة في العالم راح تكون طرفاً، 33 أقولها بالتلفزيون، نواب وزراء، لن يستثنى أحداً. من الآخر، لن يستثنى أحداً. سابقاً وحتى سابق من بداية أخوي، من بداية التكليف راح يكون محدد مدة زمنية، كل المواضيع، كل الأشخاص تحت أي شكل من الأشكال، وسوف أطلب شخصيا إذا قدر لي أن أكون فيها. لا، ما أعرف منو اللي راح يكون. أنا قدمت التصور كاملا وعرضت على جهات خارج الكويت، يعني مو بالكويت، خارج الكويت، لأن الطلب يعني صغنا هذا الطلب وراجعناه مراجعة مع مستشارين. قلت لك آخرهم اليوم مستشارين في البنك الدولي، هذول مو كويتيين، ما لهم علاقة في الموضوع. احنا قلنا قضايا الفساد البرلماني والفساد السياسي والفساد الإداري، هم عندهم برامج فساد لكل دول العالم من البرازيل وانت نازل. فمرت عليهم تجارب فوضعوا نماذج وتصورات، فاحنا نبي ما هو النموذج المناسب لنا. ايضا في احد المسؤولين في رواندا في اتصال، يعني باعتبار التجربة الرائدة لهم في مواجهة الفساد، وسنغافورة ايضا، وسنتواصل معهم بشكل مباشر لتقديم رأيهم كيف تمت المعالجة بالنسبة لهم وكيف استعيدت هذه الأموال، لأن ما يعنيني
أن كل دينار سرق من الكويت يجب أن يستعاد للشعب. هذا نتاج الحوار الوطني ولا توجه شخصي؟ لا هذا طلب يعني برلماني. لا أعتقد أنه يتعارض مع متطلبات الحوار. طيب. يعني منو بالكويت مثلا ما يبينا نوارش الفساد؟ نعم. منو بالكويت ما يبينا نستعيد الأموال المسروقة؟ منو بالكويت السياسية مثلاً الأولى هو. نعم. طيب. شلون؟ القضية السياسية الأولى مكافحة طبعا أكيد طبعا ما في شك. وخصوصا أن المبالغ كبيرة جدا جدا وهذه حقوق إيش؟ نعم. للشعب الكويتي يجب أن يستعيد. طيب. وسيستعيدها إن شاء الله. دكتور إحنا عندنا 5 دقائق ولكن حصلنا على تمديد لعشر دقائق زيادة. جزاكم الله خير. إنزين ما راح معني ما في تمديد بذاك. راح نخلي محاورنا على جنب. أوكي. تبي توجه رسائل مهمة وأنا أعلم إن عندك رسائل مهمة. أوكي. شنو المحور اللي ما تطرقنا له؟ الرسالة الأهم أنا قلتها وعدتها مرتين وثلاثة. ابتسم أنت بالكويت. أنا قاعد أقولها بكل ثقة. طيب خلني في ناس والله زعلت شلون شلون عندنا شلون ابتسم يقولكم عندي غروض وعندي مشاكل وعندي البنيه التحتيه والشوارع مكسره. هذا أيوه اللي طرحت عليك دكتور ان تواجه المشاكل مبتسما او تواجهها عابسا. يعني موجوده المشاكل بس ابتسم ما لها علاقه بالموضوع. ما في دوله في العالم ما فيها مشاكل. طيب دكتور احنا بنحاول نبي نعرف ليش نبتسم. خل الدكتور يشرح. لان الكويت مقدمه على مرحله مختلفه على كل الأصعدة بإذن الله. ممتاز. فإحنا قاعد نقول الآن أنا ما ممكن أتحدث في برنامج نفس هذا وأن تحدث هذه الأمور في الكويت إلا إذا كان في توافق بين كل المعنيين على محاربة الفساد دون سقف. زين شنو نبي أكثر؟ حكومة إن شاء الله ستشكل بغطاء برلماني، برنامج عمل سيعرض على الشعب الكويتي، قضايا مؤرقة مثل قضايا العفو والتسويات السياسية والملاحقات ولا كذا وستحل. زي شنو باقي؟ شنو باقي؟ احنا ليش لازم انتخابات اصلا يعني اخوان اللي نزلوا في الانتخابات في 15 ايش يبون؟ زين في احد قال ان ما نبي نحارب الفساد؟ يبون اشرب لبن وعيسى في احد قال؟ ولكن دكتور اول جلسة بداية الموضوع رفعت الجلسة. حسين تكفى خلني اكمل. ما يخالف بس اول جلسة ما يخالف. وحسين كذي ترى هو كذي ادري بس سبب المشكلة. لا لا ما سبب لك مشكلة. بداية بسم الله الرحمن الرحيم اول جلسة رفعت الجلسة من غير حضور الحكومة علما ان كان ممكن تقام. صحيح. طيب هذه مخالفة بلشنا بمخالفة. وانا قاعد اقول لكم مخالفة وجهة نظري انها مخالفة. لا وجهة نظر في وجهة نظر أخرى إن يقولوا لا والله في سوابق وصارت في البرلمانات السابقة وبالتالي نحن نستند لها. أنا هذه وجهة نظري أنا بين محمد أنها مخالفة دستورية ومتخصص. متى ما توافر النصاب أنا وغير من أساتذة القانون قلنا هالكلام وفي أساتذة آخرين قالوا كلام مختلف فإحنا ما أضع رأيي فوق رأي الآخرين بس أنا عرضت وجهة نظري ولا زالت وجهة نظري إلى اليوم أنه لا يجوز رفع الجلسة متى ما توافر النصاب. وين المشكلة؟ نشوف رأي أبو عيسى. لا 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 وين المشكلة يعني؟ نشوف أبو عيسى. لا وين المشكلة أبو حسين؟ ماكو مشكلة أنا أتسأل. فإذا تقولون أن مثلا أن الجلسة الأخيرة أنا في المستشفى أنا لست حاضرا بتقول لي والله ليش ما اعترضت؟ يا اخي انا مو حاضر شلون بعترض يعني؟ انت يوم السبت ان شاء الله مسافر باذن الله تعالى وحاجز على حسابك الخاص طبعا باذن الله ما في طياره خاصه والله. ولا غيره. اي واسالوا صديقي خالد نبي ابو خالد. لا انا اقول ايكونومي مسافر على خالد لا سويت ابجريد لي خالد سويفان عضو مجلس اداره الخطوط الكويتيه محامين الخطوط الكويتيه وهو اللي يعني مرتب لي الحجز على حسابي على سياحيه. لا واحد من افراد اسرتي على السياحيه لانه ما لقينا مقعد انا بزنس ترجع بالسلامه. طيب دكتور ما يخالف بس على حسابي يعني. احنا نبي تكمل ما حد يقول يعني. نبي تكمل رسالتك 10 دقائق في هل في رسائل ما وصلتها؟ يعني لا اعتقد ان في. اول شيء ابو حسين الحبيب انا عضو في لجنه الحوار لكني مو كل لجنه الحوار. نعم. يعني انا في اشخاص اخرين قد تكون لديهم مرئيات او تصورات مختلفه عن تصوراتي. انا قلت اللي عندي يعني. في السابق ما قلت لسبب بسيط أنه كان في توجيه سامي بأن ما نتحدث ويجب علينا أن نلتزم والديوان الأميري وجهنا الدعوة للحوار وما في التزام أصلا سياسي أنه يعزم في مؤسسات الدولة. في عندك برلمان وعندك حكومة هذا الجدل السياسي يصير. فهو عملية تقدمية بالنسبة للكويت بلد صغير نفس الكويت نقول تعال نقعد مع البرلمان نقعد مع الحكومة نقعد مع المعارضة طرحنا ما هو أكبر بالحوار. فأنا بقولها الحين طلب أن تشرك التيارات السياسية وذكرتها بالاسم تحالف الوطن الإسلامي الحركة الدستورية الإسلامية المنبر الديمقراطي التحالف الوطني التجمع السلفي. أنا طلبت من الحكومة بحضور رئيس البرلمان بحضور مستشارين الأمير بأن يسمع رأيهم
العمليه السياسيه محكر علينا احنا كافراد زي الكويت. احنا مو الكويت، احنا جزء صغير من الكويت. يسمع الاخرين يمكن عندهم وجهه نظر احسن من وجهه نظرنا، لكن اقول الكلام اللي قلته في بدايه الحوار قبل الحوار كان في تصريح بالقبس موجود الى الان. قلت يا اخي الكلام اللي يقوله مو قران. انا قاعد اقول لكم هذا تصوري في الاصلاح السياسي. عندك تصور احسن يا ابو سليمان قدمه واحنا معك، بس انت ما قدمت وما تبينا نقدم، زي شلون شو نسوي يعني؟ وبعدين اذا ما انت حاور مع بناء على طلب الديوان الاميري مع السلطات، انت حاور مع منو؟ الامم المتحده مثلا؟ يعني هذا كلام شويه مو منطقي. وفوق هذا كله ايضا انا مسؤول على الكلام اللي بقول. انا اتصلت مع مجموعه من الزملاء وفي شهود على ذلك، قلت لهم احنا مقدمين على خطوه تقدميه في العمل السياسي. احنا ليش الناس رشحتنا؟ وعشان نحل مشاكل. هذا تصوري في الاصلاح السياسي. وعندكم خيارين. اذا نجحت هذه المبادره وحققت نتائجها فالجميع شركاء فيها. واذا خسرت قولوا عبيد هو اللي موهقنا، ايش تبي بعد اكثر من كذي؟ زين ايش تبي اسوي لك يعني؟ بس هذا اللي قلنا. احنا طبعا المساله مو خاصه فيني. الناس لما صوتت لي بالانتخابات تعتقد اني قادر على ان اقدم شيء؟ انا والله ما عندي الا هالشيء، يعني غيرها ما يعني يعني ايش بسوي؟ ايضا الدوله يا ابو محمد عباره عن وحدات. البرلمان وحده من الوحدات، بس مو كل الوحدات. في جهاز تنفيذي، في جهاز قضائي، في جهاز اعلى للدوله، في مرئيات لحضره صاحب السمو لانه يمارس صلاحياته عن طريق وزرائه، فهذول كلهم معنيين في القرار السياسي. هي المساله مو 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 شخص. انا قدمت اللي عندي، الاخرين ممكن يقدموا اللي عندهم. تفضل ابو محمد. ذكرت وايد انتخابات، نزلت انتخابات، الناس صوتت لي بالانتخابات. في يوم ما قصروا والله، انا مدين لهم. في يوم من الايام قلت من يشارك في الانتخابات ارنب. صحيح. وشاركت في الانتخابات. ذيك الانتخابات. ليش؟ لان الانتخابات التي لا تعكس اراده شعبيه حقيقيه وقيام بالدور الرئيسي هذا لا يمكن ان تكون انتخابات. هل تعتقد ان هذا البرلمان نفس البرلمان السابق؟ طبعا لا، بدليل الوضع اللي قاعد يصير، بدليل النتائج اللي قاعد تصير. ولذلك هذا برلمان اسود. انا انضميت لهؤلاء. وذكرت ابو محمد ايضا بعد ما فزت بالانتخابات. ذكرت بعد ما فزت بالانتخابات ان رئيس المجلس لا يصلح لان يكون رئيس للمجلس. صحيح. والشيخ صباح الخالد مسؤول او او, أو شريك شريك الملفات من شريك في هذا الملفات. ما تغير في كلامي شيء فايز. واليوم قاعد معاهم. اوكي، لا قاعد معاهم هذا ليس خياري. انا لن احدد للديوان الاميري من يسال ومن لا يسال. انا اتكلم عن وجهه نظري. الأمر الآخر، رئيس الوزراء مسؤول ولا مش مسؤول؟ مسؤول. رئيس البرلمان مسؤول ولا مش مسؤول؟ مسؤول أيضا. هل يجوز لنا أن نفرض مزاجنا عليهم أن يستبعدوهم ولا كذا مثلا؟ مو منطقي. إذا احنا بنحدد زين، احنا جبنا واحد مو رئيس الوزراء وجبنا واحد مو رئيس البرلمان واتفقنا احنا الثلاثة، هل يملكون قرار أصلا؟ زين لا هذا رئيس برلمان ولا هذا رئيس حكومة. ولذلك الكلام هذا ليس منطقيا. أنا أسأل عن الكلام اللي أقوله أمامهم، بس انا مو مسؤول لهم شو يسوون او شو يقولون. بتقول لي انت اعترضت على الشيخ صباح الخالد من 2008 باعتباره شريكا في هذه الملفات. زين الان الشيخ صباح الخالد تحت نظر الشعب الكويتي ستطرح ملفات محاسبه لكل ملفات من 2008 لليوم. زين ايش رايكم يعني؟ مو هذه الملفات اللي احنا نقول فساد راح نعيد التحقيق فيها واحده واحده، واذا في دينار راح من الكويت راح يرجع. هذا مو كلامي. احنا كل يوم قاعد نجري اتصالات مع هيئات دولية وعندنا غطاء ولم يطلب منا شيء واحد، واخذنا مباركة من القيادة السياسية بانه لا يوجد احد اعلم الفساد من الكل. ما في احد فوق الفساد. زين شنو نبي اكثر؟ والشارع يبي يحارب الفساد ولا ما يبي يحارب الفساد؟ يبي يحارب الفساد. هذه الآلية. بتقول لي عاد انت والله زين انتوا شلون بتحاربوا الفساد؟ بنسوي مثل ما سوى غيرنا، مثل ما سوى الامريكان، مثل ما سوى البرازيل، مثل ما سوى سنغافوره. يعني هي المساله مو صناعه صواريخ، اتفاقيات دوليه واجراءات نمطيه. احنا اتبعنا هذه الاجراءات النمطيه المعياريه وعرضنا الامر على مستشارين دوليين، واحد في الولايات المتحده واحد في استراليا عشان ما يكونون نفس بعض. طيب قلنا والله احنا نحقق في قضايا فساد سياسي برلماني، الاطراف فيها شركات افراد قطاع خاص ما ادري، يمكن اي شخص ممكن يكون طرف.
ولذلك كيف يمكن أن لنا أن نصل إلى نتائج وأن نحقق الغرض النهائي؟ الغرض النهائي هو إيش؟ حفظ مصالح الدولة رقم واحد، إبعادها أيضا عن إمكانية المساس فيها. لأن لو افترضنا أن قلنا والله في قضايا غسيل أموال بدون نحقق نتائج، هذه تضر في الدولة ولا لا؟ تضر في قيمة النقد الدولي، النقد الوطني ولا لا؟ دينارنا تضر في الاقتصاد ولا لا؟ لا، احنا قاعد نقول لا، بنسوي لجنة تحقيق برلمانية سياسية، نعم، كل الجهات الفنية معنية فيها في غرف مغلقة في ضمانات معيارية عالمية، ونحفظ حقوق الدولة عشان ما تستخدم هذه المسائل ضد الكويت. بس باختصار يعني. طيب دكتور، بس ابو محمد ما يخالف، ابو محمد عنده سؤال. ما صارت خمس دقائق ابو فيصل اعطيه وبعدها ابو فيصل تفضل. انا ارجع واكد طيب. على موضوع الحوار، انا بوجهه نظري الدكتور المفروض الواحد ايضا سياسي يروح الى ابعد من كذي، مو شرط انه يكون الحوار من قبل خمس دقائق من قبل صاحب السمو. يعني المره هذه يمكن صاحب السمو هو اللي طلب انه يصير في حوار عشان يصير في اذن نعم أذن سمو الأمير الحوار يعني إن عشان يصير في مثل الله خير يعني نقلة نوعية في الخطاب. يعني لا بالعكس، إحنا وجهة نظرنا إن بالعكس ما في نتائج من غير حوار. نعم. لازم اليوم تقعد لا لازم تقعد مع خصومه، مو بس تقعد أنا يعني أقول لك يا حتى لو كان أخوي العزيز أبو فيصل، أبو فيصل في مباركة من سمو الأمير سمو العهد مباشرة. نعم. يعني في يعني شيء هذا يشكرون عليه. لينك. بس انا دكتور شنو نبي اكبر؟ لا انا دكتور انا تحقيقا لاعلى درجات الاطمئنان في نفوس الافراد، اكبر شخصيتين في الدوله يقولون انه يعني نقدم كل الامكانيات لانجاح الحوار. هذا العمل السياسي تحقيقا لمصالح الكويت في المقام الاول. لا دكتور انا بالعكس بشكورين، طبعا شكرناهم مرارا وتكرارا صاحب السمو ولي العهد، بس اليوم قاعد أتكلم على شخصية السياسي. مفروض الشخصية السياسية تكون منفتحة، يقعد مع خصومه قبل ما يقعد مع ربعه. اليوم صح. أنت يوم شلون تحقق نتيجة؟ صح. شنو أصول التفاوض في هذا الموضوع؟ لذلك المفروض أن هذا الحوار يكون موجود قبل لا يدعى له، دعي له شيء ممتاز. في أبجديات العلوم السياسية 101 ما في إشكال سياسي ما يصير فيه يا أخي. في اتفاقيات الحرب اللي هي مثلا أعلى درجات الصدام المباشر، فيه مفاوضات حرب، هذا الحرب. نعم. فما بالك الكويت، احنا مو مفاوضات، احنا اختلاف في وجهات النظر. زين، ولذلك الأشخاص اللي قالوا شلون تقعدون مع رئيس الوزراء، زين نقعد مع رئيس وزراء ألمانيا مثلا، زين مو المشكلة وين؟ مو بالكويت. شلون نقعد مع رئيس البرلمان؟ قالوه ولا لا؟ نعم. أنا قالوا لي صحيح. طيب أخي الكريم، احنا نطلب من سمو الامير بموجب هذه الوثيقه اللي قدمتها انا وسلمتها بيده، مو مصالحه وطنيه يعني؟ مصالحه وطنيه وما نقعد شلون يعني؟ وقالوا لك شلون تطلع بالشاهد بعد نفس الشيء. ايوه شلون شلون يطلع بالشاهد عبد الوسيم؟ ايش مسوي؟ ماني عارف والله. عموما انا يعني يمكن قبل الاخير السؤال قبل الاخير بعد عند ابو حسين ان شاء الله. أيوة. ذكرت لا ابو حسين تعطونا سؤالين. انا اعطيتك وقت المحاور كلها عشان نسمع. اعطيتنا شاي ولا قهوه بس عندنا. ذكرت التيارات السياسيه وما ادري شنو علاقتك مع التيارات السياسيه، ويمكن التيارات السياسيه عفوا بس سؤال اخر عشان اختم لك، والله لاني ابي اثني عليهم مو يعني للتاريخ، للمره الاولى ربما في تاريخ الكويت السياسي التيارات السياسيه مجتمعه تصدر بيانا مشتركا. نعم. في تأييد عمل سياسي بعضهم لم يشترك فيه. حلو. يعني مثلا الحركة الدستورية الإسلامية ليست مشتركة في الحوار بشكل مباشر. نعم. وأيدت هذا هذه أعلى درجات الثقة يا أخي. ممتاز. المنبر الديمقراطي أيد. نعم. الحركة السلفية أيدت. التحالف الوطني الإسلامي أيد. نعم. هذا عمل وطني تقدمي. نعم. زين، هذه النقلة النوعية بالفكر السياسي بالكويت. نعم. ألا يفترض يعني أننا ننظر لها بشكل مختلف؟ نعم. وبعدين صار يا أبو محمد الحوار، نجح. طيب. الحوار احنا مستفيدين او مستفيدين اذا ما نجح الحوار. نعم. الخيار الثاني. نعم. شو اللي بيغير على المعادله السياسيه؟ ولا شيء، يصير الاعتراض مبرر. صح ولا لا؟ بالعكس ما في مجال. سريع والله، سريع. ما في مجال. باقي دقيقه. نبي الدوائر محمد. نبي قانون الدوائر دكتور محمد. باقي دقيقه اي دقيقه ونص عندك الختام، الكلمه اللي تبي تقولها. اول شيء يعني أكرر ما ذكرت، أول شيء أنا يعني لما قلنا مصالحة يجب أن نترجم هذه المسألة عندما نطالب أو نقدم
وثيقة لسمو الأمير ندعو فيه المصالحة فيجب أن نطبقها. لا دكتور طبق على أنفسنا. لا يعني تمديد ربع ساعة خذينا البرنامج اللي ورانا بتدخن دخلوني بتدخن دخلوني. لا أنا مضطر بس إني آخذ اللي حبه بس يعني إذا أمكن. لأن في في مجال ناخذ فاصل دقيقتين. أي والله فيصل يعني إذا ما في مشكلة بس خلنا ناخذ فاصل دقيقتين. أي والله ياخذ حبته الدكتور. أوكي 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 ونرجع. أوكي إذا أمكن يعني. حياكم الله أعزائي المشاهدين عندنا معاكم من بعد الفاصل دكتور خذ حبته وشرب 10 سيجارات تقريبا على السريع ننتقل نكمل مع الدكتور. دكتور خل أجيلك بس في هذه وانطلق أنت عاد أسهب في فيما تريد أن توصله للناس في 10 دقائق أو 8 دقائق عندنا. شنو حصل في اللجان؟ ليش الدكتور حسن جوهر ما حصل على اللجان؟ ليش مهنة ساير زعل أو انسحب من اللجنة؟ يعني هذه أشياء ما يمكن توجه الأسئلة للأشخاص المعنيين، لكن أنا أعتقد أنه كان هناك اجتماعا تنسيقيا للجان وهذا تحدث في كل برلمان. دكتور حسن لم يكن أحد الحاضرين لهذا الاجتماع. يعني يبدو لي أنه قد يكون أحد الأسباب، لأن أنت عارف مثلا آلية التصويت في اللجان مو مثل ما يفهمونها الناس. إحنا نصوت لثلث أعضاء اللجان، يعني أنت عندك عدد محدود. فإذا افترضنا مثلا لجنة الداخلية والدفاع وترشحوا 3 من الحاضرين، فأنت ملتزم مع هؤلاء 3. فالأشخاص اللي لم يحضروا الاجتماع وإحنا أصرينا حتى أن الأخ فايز الجمهور وهذه أذكرها يعني عنده 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 عزة 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 في البيت، إحنا في نفس المنطقة في أشبيلية كان الاجتماع عند الأخ فرز الديحاني، فاتصل قال أنا والله عزة، فقلت له أرجوك يا أخ فايز لو تجي 5 دقائق بس تقولنا رغباتك مسألة أنك ما تحضر. فقال لي عزة، قلت له يعني بعد شو نسوي؟ زين إذا حضروا أشخاص وطلبوا شو نسوي؟ يعني حضروا مثلا عندك 20 ناب أو 21 ناب وطلبوا إنه يكونوا فيها اللجان، زي شلون بتنسق؟ مهند حضر ونسق وياكم هو نجح بالتزكية. نجح غير الاتفاق كان 4 نجحوا 3. أنا عارف بس هذه مسألة تعني هو، أنا ما أعلم شنو هو أسبابه. نعم. لأن يعني قد يكون هناك سبب، يعني أنا ما سمعت مبرراته، لكن لا أعتقد أنه واحد ممكن يطلع من اللجنة التشريعية فقط لأن واحد مثلاً ما اشترك فيها أو شيء. طيب 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 بس أنا عندي ما يخالف، عندي سؤال واستفسار أتوقع أتوقع طرحته ما يخالف. نعم. عرضت عليك طيارة طبية ورفضتها؟ نعم. ليش رفضتها؟ مو محتاج طيارة طبية، أروح بالطيارات الحكومة زينة عادي. يعني مو أنا حالتي الطبية ما تستدعي إني أطلع في طيارة طبية، زي طيارة طبية مكلفة على الدولة. زين أركب الطيارة العادي. نعم. على حسابي وأروح. طيب تروح ترجع بالسلامة. الله يسلمك. عندك محمد. أنا برجع الوثيقة اللي ذكرها الدكتور وذكر من ضمنها طبعا قانون دوائر انتخابية وذكر حكومة انقاذ وطني، وموضوع دوائر انتخابية أعتقد مهم جدا ومطروح. الحوار الوطني هل صار توافق على موضوع الدوائر الانتخابية بحيث لا 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 الآن 10 دوائر لا لا الكلام لا 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 ما تكلمنا عن البناء الموضوع اللي التشريعات، تكلمنا عن ما هي الموضوعات التي يمكن أن تطرح. الأمر الآخر أن كل العمليات، وهذا كان اقتراحي اللي وافق عليه معظم الأشخاص اللي موجودين، أن أي شيء يتعلق في البناء التشريعي سواء كان مشروعا أو اقتراحا يقدم في البرلمان ويتم التصويت عليه داخل قبة عبد الله السالم برقابة الناس. يعني ما نقدر نقعد في الحوار ونقول والله إحنا بنقدم التشريعات الفلانية، إحنا 5 نواب مو البرلمان كله، فإحنا ما يجوز لنا أن نصادر حق الآخرين. نعم. فمسألة التشريعات، ما هي التشريعات، كيف تقدم، احنا قلنا لازم تطرح الإصلاحات الهيكلية للدولة، الإصلاح القضائي، الإصلاح التنفيذي، الإصلاح الكذا، بس ما قلنا القانون الفلاني يقدم. بس مطروح بوثيقتك، وثيقة الكويت مطروحة. نعم. ذاكرها انت. نعم صحيح. وقدمت لسمو الأمير. نعم أنا لا ما قدمت مقترح معين، أنا قدمت أنه لابد، فهذا توجيه للحكومة الآن بأن تتبنى مشروعا والبرلمان أيضا يتبنى مشروع. يعني أنا شخصيا عندي مقترحات فيما يتعلق بقانون الانتخابات، النظام الانتخابي كاملا، يعني الرقابة على العملية الانتخابية، نقل القيود، الدوائر، التوازن العددي، بس هذا رأيي أنا واحد. نعم. في 49 نائب آخر غيري في الحكومة غيري، يمكن عندهم تصور أفضل. صح. فأنا قاعد أقول سأطرح تصوري. نعم. وأترك الآخرين صلاحية طرح هذه التصور. طيب في عندنا آخر دقيقتين نختصر. عيسى باخذ لا باخذ سؤالك وسؤالكم ويا بعض ثم يجيب عنهم ويختم. يلا أوكي. أنا بس سؤالي دكتور. نعم. أنت بشكل واضح
متهم بأن أنت السبب في تفريق مجموعة 31 ودخولك في موضوع الحوار ووجود هذه الانقلابات اللي صارت في المواقف في موضوع اللجان. هناك من يتهمك بأن أنت سبب فيها. طيب هذا السؤال الأول. بوفي عنوان آخر سؤال دكتور سامحنا ملغوم شوي عتب على قدر المحبة. يعني أنا اليوم قاعد مع شخصية مختلفة دكتور عبيد الوسمي. الله يخليك. قبل غير مختلف عن اليوم. أهم شيء شخصية زينة دكتور يمكن لا طبعا الأفضل قاعد نتكلم على يعني إحنا دائما عندنا مشكلة رئيسية اللي هي ثقافة الاعتراف. دائما أوكي. عندنا مشاكل وخاصة السياسيين أوكي. من الصعب عليهم أن يقولك أنا أخطأت أوكي. واعترف بهذا الخطأ أوكي. ليش إنه هو الاعتراف هو اللي يخليك تتغير أوكي. فهذا الشيء أنا شفته من سياق حديثك بس ما شفت موضوع أن تعترف أن أنا والله هني والله كنت غلطان هني كنت غلطان لا والله غلط. طيب عندك آخر مو موضوع الحوار هذا أتكلم بالسابق طيب في آرائك أنا إنسان يعني أمر طبيعي أن نخطئ كل يوم قاعد نخطئ 20 خطأ زيد الزقاير مو خطأ خطأ أدري عشان نسوي يعني في أشياء ما يعني إحنا بعد مو مثاليين للدرجة اللي تخلينا لكن إجابة على سؤال أبو عيسى أنا من دعا لكتلة 31 يعني ما كان في كتلة 31 يعني في الاجتماع الأول في ديوانية مساعد العارضي طلبت أن أكون كتلة 31 لأن كان 16 وكان 6 وكان في كذا ولا زلت إلى الآن قاعد أقول أنه يجب الإبقاء على هذه الكتلة ولا زلت أقول بأن الدعوة للتسامح التي قبلت من الدولة بمؤسساتها يجب أن أكون أول أشخاص المتبنين لها ولذلك حتى يعني مسائل أنا ما راح أقول نقد لكن أنا أعتبرها نقد يا أخي أنا مسامح يلا مو مصالحة وطنية يلا إحنا مصالحينكم أصالحونا يعني لازم نص دقيقة إذا في نقطة أخيرة تفضل أبو تفضل ما في نقطة أخيرة بالنسبة لي نص دقيقة طبعا هو لابد من تقديم الشكر لأهلي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد ولسمو الوالد الشيخ مشعل الأحمد على ما تفضلوا به وما قدموا لنا إلى الآن.